بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. لقاء جديد مع أعضاء فريق الذكر عبر القناة الرياضية. واختتمت هذا المساء منافسات الجولة الرابعة من دوري عمان تل للمحترفين بإقامة 4 مباريات جاءت نتائجها على النحو التالي. على ملعب استاد السيب تفوق النهضة على مضيفه نادي مسقط بهدفين مقابل هدف واحد، ونجح السويق في العودة من مجمع صحار بالتفوق على ضيف نادي الشباب ب3 أهداف مقابل هدف واحد، في حين تعادل المصنعة وصلالة بهدف لمثله، وتفوق العروبة على النصر في ملعب السعادة ب3 أهداف مقابل هدف واحد. مع نهاية مباريات اليوم ونهاية الجولة الرابعة من دوري عمان تل للمحترفين بفارق الأهداف، يبقى العروبة هذه المرة هو المتصدر بمشاركة ظفار السويق وصحار. وفي المركز الخامس يأتي المصنعة بالتساوي مع النهضة ب7 نقاط، ونادي فنجة يأتي سابعا ب6 نقاط. من المركز الثامن حتى العاشر 4 نقاط لأندية صور، صحم، النصر. الخبورة في المركز 11 ب3 نقاط، وكذلك الشباب ب3 نقاط في المركز 12، وصلالة في المركز 13 بنقطتين، ومسقط يبقى في مخرج جدول الترتيب بنقطة واحدة. في حلقة هذا اليوم من الدكة سنتناول معكم مشاهدينا الكرام العناوين التالية: النصر لا يزال مبهم الملامح والمارد العرباوي يسير على نهج الموسم الفائت، ثلاثية كوفي تعيد للسويق جماله، والشباب عاد للمعاناة، الصاعد هابط كأنها تلاحق مسقط، والنهضة يحصد نقاط اللقاء ويصعد للنقطة السابعة، والمصنعة يفقد الصدارة بهدف صلالة في اللحظات الأخيرة. وأرحب بأعضاء فريق الدكة في هذه الأمسية. هلال المخيني، مساك الله بالخير يا أبو حمد. النور يا حبيبي. أرحب أيضا بسيف الجابري وهيثم خليل، مساكم الله بالخير. مساء النور. حياكم الله. وأرحب بكل المشاهدين المتابعين للبرنامج. بعد الفاصل نبدأ الحديث عن مباريات اليوم الأخير في الجولة الرابعة من دوري عمان تل للمحترفين، والبداية ستكون مع متصدر الدوري مع نهاية هذه الجولة العروبة الذي تفوق على النصر ب3 أهداف مقابل هدف واحد. حياكم إذن مشاهدينا الكرام، وأرحب دائما بكل المتابعين، وأرحب بالمغردين المتواصلين مع الحساب الرسمي للبرنامج على تويتر، نسعد دائما بكل هذه التغريدات والآراء. نبدأ الحديث عن المباراة التي كانت تحمل الرقم 28 في جدول الدوري، المباراة التي أقيمت في ملعب السعادة، وفيها تفوق العروبة على مضيف نادي النصر ب3 أهداف مقابل هدف واحد، وصعد من خلال هذه الأهداف الثلاثة إلى المركز الأول متفوقا على ظفار السويق والصحار. نبدأ الحديث عن هذه المباراة وما جاء فيها، وتداعيات أيضا الخسارة بالنسبة للنصر والفوز بالنسبة للعروبة. سيف الجابري، أبدأ الكلام معك يا أبو حمد، مساك الله بالخير مرة أخرى. مساء الخير أبو خالد. تفوق عرباوي يصعد إلى المرتبة الأولى بفارق الأهداف، لكن يجمع النقطة الثامنة، في حين يبقى النصر عن النقاط الأربعة التي كانت معه منذ نهاية الجولة الماضية. مساء الخير أبو خالد، مساء الزملاء وعلى المشاهدين الكرام. بطبيعة الحال استحق العروبة الفوز. لما تخرج خارج الديار وتقدم هذا المستوى وهذا العمل، فهذا دليل على الإمكانيات الجيدة اللي يمتلكها بطل الدوري في الموسم الماضي.
ودائما احنا يمكن كنا نتكلم عن الجولات الاولى كان غالب الانديه تمر ببعض الظروف، لكن الشكل العام للعروبه اليوم في المباراه كان واضح انه كان في منهجيه في الفريق حتى على المستوى الفني، تدخلات المدرب، العمل الكبير اللي قاموا فيه اللاعبين، العطاءات الغير محدوده، اعتماد هذا الفريق من العام الماضي على كل العناصر. ابو خالد هذا الفريق بالذات يعتمد على كل العناصر، يعني بمعنى العام الماضي العروبه على المشكله الهجوميه اللي عنده القادمون من الخلف يسجلوا. اليوم اللي شفناه مره ثانيه ايش شفنا؟ اليوم عاد الدفاع سجل. ايوه اللقطه اللي يبين لك الشغل اللي يقوم فيه الفريق تكمل، يعني انا احيي الكابتن مدرب الفريق مظفر على استمراريه، يعني اكيد هو شاف الموسم الماضي كيف الفريق قاعد يشتغل. استمر عمل اضافه، الهدف لما تسجل ابو خالد من اللي صنع الكره؟ ابيكم عيدوا الكره هذه بترجع بناخذها على راحتك. من اللي صنع؟ شوف انا بغى اذكر المشاهدين واريد اذكر اللي لعب الراس، ثلاث اهداف كلها من كور ثابته. لا من اللي صنع؟ من اللي صنعها براسه اول؟ احمد سليم. ايش أحمد سليم. المدافع عبد السلام. يعني اليوم لما تشوف هذا العمل في الفريق بهذا العطاء وبهذا الروح بهذا الرغبه في الانتصار، هذا اللي تفقده بعض الفرق في الدوري. العروبه من الموسم الماضي اكد على الرغم من كل الظروف انه هو رقم صعب، هو رقم صعب من الاول من سنوات طويلة، ولكن خلال الموسم الماضي تأكيدا على الموسم الحالي شوف الرغبة، مدافعين قلب الدفاع هم اللي تسببوا في الهدف، هذه إرادة. حتى لما رجع النصر وسجل التعادل كان مفروض أنه يعمل ردة فعل إيجابية للنصر أكثر، العروبة ما 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 نام في العسل وخاف، لا كان أيضا سباق وعمل مناورات كثيرة في المباراة. عموما أبو خالد العروبة استحق بكل المقاييس نتيجة المباراة، قدم عمل جيد. هانز أعتقد المهاجم يعني عمل شغل وايد ممتاز في المباراة، رقم يعني أعتقد أنه من التعاقدات المجيدة جدا للفريق. الجانب الآخر أنا أعتقد أنه النصر في إشكالية، وأنا يمكن أمس وسط الكلام السريع اللي تكلمنا فيه مع في الحديث حول المباراة تكلمت أنه النصر عنده إشكالية، وأنا ما أريد أتطرق إلى نقاط قد البعض يتحسس منها، ولكن اليوم يعني في أشياء في النصر تسببت في خسارته، وأولها للأسف الشديد الجمهور اللي جالس خلف التلفاز، اللي قاعد أمام التلفاز عفوا يشوف المباراة وتارك الفريق بدون تشجيع وبدون مؤازرة. هذا هو سموه الجمهور السلبي. للأسف الشديد جمهور النصر جمهور عريض، نادي من أفضل الأندية في عمان حصولا على البطولات، من أكثر الأندية منافسة على البطولات، نادي دائما في مراكز المقدمة. اليوم يعني لما تصل إلى العام 45 من 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 الطفرة ومن النهضة ومن من من رقي كرة القدم نشوف أن الفريق ما عنده جمهور. هل هذا الجمهور فقط يمكن تكلمت بحلقات ينطبق سابقة على ظفار نشوف مباراتهم مع بعض هم الجمهور اللي حضروا فيه خلاص البقية على اليوم أنت تلعب مع بطل الدوري، إذا ما حضرت 2000-3000 شخص على أقل تقدير يفترض أكثر، كيف ممكن تفوز على فريق العروبة؟ فريق العروبة يعني هذا الدور خارج الملعب، هذا واحد. هذا أيضا أنا أحمل الإدارة أن كان المفروض يشتغل على هذا الجانب. ما هو الإدارة عملت الفريق يا أبو حمد، الإدارة عملت تعاقدات وجهزت الأمور اللي عليها. بجيك يعني أنا بجيك، الإدارة عملت تعاقدات على العين وعلى الرأس، ما في خلاف على هذا الكلام، ونحن كنا نعلم حتى من خلف الكواليس أنه في ناس محبين للنصر هم ساهموا في حتى في جلب بعض التعاقدات للنادي، صحيح؟ هذا الكلام النادي واقع. كان من باب أولى سواء كان هذا الكلام من الإدارة أو كان هذا الكلام من بعض المحبين، واحد منهم اللي العدد الكبير الموجود منهم جزاهم الله خير، كان واحد منهم يتفرغ لموضوع الجمهور. الجمهور ما محتاج الى صوت انك تروح تنادي وتجيبه، نعم، لكن انت شفت ان عندك اشكاليه ومستمره من العام الماضي. النصر العام الماضي في احسن مستوى كان في الدوري، وكنا شفنا الشكل الكبير اللي عليه النصر في العام الماضي. ابو حمد بس عفوا على المقاطعه، بس انا اتفاجئ واستغرب من واحد ينادي بالجمهور وتعالوا، هذه الجمهور يجي من تلقاء نفسه مثل ما هو يجلس خلف المواقع التواصل الاجتماعي ويتحسس من أي واحد يتكلم وينتقد،
المفروض الجمهور يتواجد بالملعب، مو يروح الإدارة بعد. شو تجيب لهم هذه الأسماء الموجودة كلها؟ ما خلوا لاعب بالدوري ما جابوه، كل اللاعبين اللي برزوا الموسم الماضي حطوهم بنادي النصر. هذه الإدارة يعني أنا يعني ممكن أتجاوز شوية، ما يجي يروح واحد على الجمهور الله يخليك، تعال الجمهور تعالوا حضروا بالملعب، الجمهور المفروض هو يحضر من تلقاء نفسه. ايش يريد اكثر من هذا؟ يعني انت مباراه مثل هذه تشوف بها 2، 3، و10، و11 واحد جالسين، يعني بصراحه النصر كبير صراحه، يعني شيء يحز بالنفس. هذا شيء يحز بالنفس، مباراه ايش تريد تلعب امام بطل دوري وكاس، وانت محتاج انه تفوز. هو ابو صقر، لا انا مو لك هذا الموضوع، قلت لك الجمهور، انت ما سمعت الجمله الاخيره، قلت الجمهور ما يحتاج النادي ونجيبه. اقول لك انا اتكلم بصوره عامه اتكلم كاداره. انا عندي جمهور، جمهور مو الاداره تجيبه، هم يجون من تلقاء نفسه. يعني جمهور صحار الاداره تجيبه، اداره صحار تجيبه من ما طرف الاداره، عندهم لاعبين بصحار مثل اللعيبه اللي جمعوهم الان اداره في مجلس في جمهور صحار في مجلس منظم العمليه، عندهم لاعبين مثل اللي جاء الان مجموعين بنادي النصر. لا طبعا كل مركز يعني هذا الفريق، احنا قبل بدء الدوري يعني كنا قلنا ياخذ دوري وكاس وكل البطولات، مو طيب معناه ما يعني يخسر، كل الفرق تخسر. ما عليه هذا سيف الجابري، يعني انتم تحمل الجمهور الى هذا الدرجه؟ أنا جمهور مؤثر، تاثير على مستوى الفريق اللي عمله اليوم. لا طبعا انا بدخل، كنت في النقطه اللي بعدها انا قلت في جمله اخيره، يمكن هو بصقر سمعها مني ولا لا، قلت انه نحن ما محتاجين النادي للجمهور. صحيح، لكن انا اتكلم عن الفريق من العام الماضي، في مشكله في الجمهور ما يجي، اذا الاداره لازم تتدخل في هذا الجانب وتشوف حلول، سواء بانشاء، بتكوين مجلس مستقل، بتكوين هيئة مستقلة، بتكوين أي ظروف. بمعنى وربطت الموضوع في موضوع التعاقدات، احنا نعلم تماما والكثير منكم يعرف انه النصر بعض هذه التعاقدات حتى ممكن ما جاي عن طريق الإدارة، او بمعنى صح مرت عن طريق الإدارة ترانزيت، لكن اللي دفع لهذه التعاقدات هم محبي النصر ويشكروا على هذا الجانب. عشان ادخل في محور القضية، كان من باب اولى، كان من باب أولى أيضا أنه الإدارة إما أن تبحث عن شخص محب مثل جزاهم الله خير اللي ساهموا في هذه المسألة، أنه يشوف مشكلة الجمهور يجدوا لها حلول. النصر ما قام بهذا الدور من ناحية أبو خالد، هذا الدور كان غائب في مباراة، وين كانت المباراة؟ في محافظة ظفار. وين كانت المباراة؟ ملعب نادي النصر بدون جمهور، وتلعب مع بطل الدوري. إذا كان الجمهور اليوم ما حضر مع فريق كان بطل الدور العام الماضي، تنتظر منه بيجي في باقي المباريات؟ انساه. واحد. رقم اثنين، التعاقدات اللي اجراها النصر، انا امس قلت جمله ابو خالد واريد اكررها مره ثانيه. هذه التعاقدات في اعتقادي الشخصي بغض النظر كونها صحيحه او خطا، انا مش فني اقدر اقيمها. انا اقيم العموميات في المساله. العام الماضي النصر فريق افضل من هذا الفريق. مع كل الاحترام والتقدير للتعاقدات، أنا أتكلم كمجموعة من بداية الموسم كان واضح أن فريق جيد. اللي قاعدين نشوفه في الموسم الحالي أن الفريق، وأنا قلت بنترك مسألة التوقف يمكن شوية تجيب لنا شيء آخر للنصر، لكن النصر كفريق بشكل عام العام الماضي بدون التعاقدات الكبيرة والضخمة والهائلة اللي صارت كان فريق رقم مميز. ولذلك أنا ذكرت في أحد الحلقات أبو خالد وقلت يا اخي كان من باب اولى التجديد لاغلب العناصر الموجوده في العام الماضي. ممكن احنا تكلمنا في هذا الموضوع اليوم لما تكلمنا عن ابلاي، تكلمنا عن بعض العناصر، اوكي قلنا يمكن اللاعب الاخر ذهب بسبب انه حصل على عقد اكثر. في لاعبين لم يتم التفاوض معهم الموسم الماضي، تمت المفاوضات مع لاعبين اخرين ابو خالد للاسف الشديد، حتى في بعض العناصر ممكن ما اعرف ابو حمد مدرب ويدرك هذه المساله اكثر مني، بعض التعاقدات في بعض المراكز اكثر من لاعب، وبعض المراكز ما فيها لاعبين يعني مميزين وما عملوا يعني يعني جمعة الجامعي مو اللي جابوه. انا ما اتكلم عن لاعب ارقى لاعب زين احمد السيابي، انا ما اتكلم عن زين سعيد الظبعوني، انا ما قلت لك ما زينين ولا انا اشوف، انا ما اقدر، انا ما وصلت فايز الرشيدي بعد ايش يسوي له؟ انا ما اتكلم بشوف بصدق، لا مو انت تقول لا هي لما انا اتكلم هو يتكلم عن بعض المراكز، يعني مسألة ان انا اقول ذينا ما زينين كل المراكز. حسان عباس لاعب تميز وجابوه، ناصر الشميلي لاعب منتخب، فايز الرشيدي حارس مرمى، بوسط الملعب عندك جمعه احمد السيابي، سعيد الضبعوني
مع اللاعب الكوري هذا كيم جون. أكمل أحمد سالم من اللاعبين أكمل الفكرة أضبطها في قضية. اليوم لما جينا ندخل في المباراة النصر، أنا يا أخوان تراني ما عنصري أو شيء، لا حشي لا زي بس بقول لك شيء، لا لا بس عشان اللي يسمع الجملة هذه، أنا اليوم أنا في اعتقادي الشخصي الطابع اللي هو أنت لما تكون من نادي النصر، نادي النصر اليوم في عمان من أفضل الأندية اللي يطلع لاعبين، وهذا على مدى التاريخ مش من اليوم أمس. تعال نشوف التشكيلة مالهم، منهم اللاعبين من نادي النصر. معلش هذا بالنسبة إلي أنا إداريا في فترة ما وأنا كنت في نادي يأثر إن أنا ما عندي عناصر من ولايتي، حتى بالنسبة إلي أنا أتكلم كسيف الجابري أرى أنه هذا ما يعطيك. والدليل بخالد ليش ربطت الجمهور في القضية؟ اليوم هذا اللاعب جاي من خارج أسوارك أنت، وجاي من بيئة ومجتمع مختلف إلى حد معين، مجتمع واحد ولكن البيئات تختلف من مكان. بجيك بكمل لك الفكرة. اللاعبين هذول الغالب منهم جايين من عدة أندية، البيئة اليوم هذه لما تتوفر لهم إيش أفضل بيئة بتتوفر لهم؟ إن في جمهور قاعد يشوفهم ويحضر ويتابعهم ويأزرهم. أنا وكيل الإدارة ما يستخل... ما أتكلم عن جانب الإدارة الحين، أكيد إنهم قائمين بدورهم في ظل هذه التعاقدات، ما شفنا شيء الحين في سلبي إلى الآن نقدر نتكلم عنه عن النصر. أنا أتكلم إنه في ظل إنك بما يوازي تعاقداتك اللي جبتها مفروض من الجانب الآخر جمهورك يحضر، هذا الربط اللي أنا كنت أريد أسويه. هذا الكلام صحيح. أيوة أريد أربط إنه اليوم واحد مثل فايز أو واحد مثل أيا كانت الأسماء اللي ذكرها لاعبين مميزين، هذول جايين ما متأسسين في النادي، معلش هذه حقيقة، ما متأسس ما عاش أجواء النصر وعاش يعني. تقصد أنه محتاج أن الجمهور يكون معه؟ محتاج الجمهور يكون معه. ليش؟ لأنه هو الحين إيش الدوافع اللي عنده؟ يا أخي بعض الأحيان اللي جاي من نفس البيت تفرق معاه الغيرة الحماس الروح، ما سقلل من عطائهم هم كلاعبين، لكن في داخلك أنت لما تكون ابن البيت عطائك حتى يختلف كثير. وأنا قلت ليش أنا قارنت الموسم الماضي النصر وقارنت الموسم الحالي النصر، إلى الآن ممكن يتغير، ممكن النصر إلى الآن ما ترى المسألة ما أصبحت فيها صعوبة، يعني إن النصر يجي 4-8-4 تكلم عن مباراة وربع مباراة ونص ممكن ترجع في الدوري، ما قضية كبيرة. لكن أنا أحس النصر يحتاج إلى شغل أكثر على صعيدين، صعيد التفاف هذه المجموعة مع بعض أنها تقدم وتعمل بشكل أفضل فنيا، جانب آخر على الإدارة أن تعمل عن طريق تكوين لجنة تكوين مجلس تكوين أيا كان في حضور جماهيري على الأقل في المباريات اللي تكون في النصر إذا كان يريد ينافسه، لأن المؤشرات خطيرة إلى الآن. الفريق أبو خالد من غير المقبول أن يعني النصر هذا النجوم مع هذه النجوم كلها أنك اليوم أنت يعني تخسر، أنا أعتقد أنك تخسر مع العروبة، مفروض العروبة يكون كسبان بالتعادل معاك في ملعبك على أقل تقدير. يعني لو جينا إحنا أبو خالد اليوم العروبة وتعادل مع النصر بنقول شكرا للعروبة أنك أنت قدرت تتعادل مع النصر. اليوم العروبة في أفضل حالاتها في المباراة، يعني على الرغم مع انه مع موضوع التوقف وكذا ما شفت اليوم مباراة ما عمل أي إضافة جديدة. ما أحس أي إضافة جديدة تمت في النصر. أنا كنت أمن النفس صراحة في ظل هذا الكوكب والنجوم أن أشوف النصر بشكل أفضل في مباراة اليوم، مع كل احترام والتقدير لكل عمل الإداري اللي يقوم فيه النصر بطبيعة الحال، لكن فنيا الفريق أنا أحس أنه إلى الآن ما أعطانا الشكل اللي يوحينا أنه ممكن يعمل منافسة مثل ما أوحانا العام الماضي أنه ممكن يعمل شيء. بالضبط إلى الآن. إلى الآن. طيب برجع لك هيثم، هلال مساء الخير. بالنور يا ربي. يعني اعطوني شويه نتكلم على العروبه بعدين بنرجع للنصر اذا كان ثمه ملاحظات. وحمد دخل على موضوع النصر مباشره، لكن العروبه تكلمت عن العروبه في البدايه، تكلمت في البدايه. أيوة. لكن اقصد نعطي حقها اكثر العروبه. هو اللي كسب المباراه، هو اللي الان صار متصدر الدوري بفارق الاهداف. مساء الخير، ومساء الخير لكم، ومساء الخير للمشاهدين. اذا تكلمنا عن العروبه بدايه يجب ان نقول مبروك للعروبه، شكرا مظفر جبار، شكرا اللاعبين. وصراحة يعني هذا الفوز على حساب نادي النصر أنا ذكرني بمقولة لرئيس نادي العروبة سعادة الشيخ عبد الله المخيني في فترة من الفترات، ذكر لما كان العروبة بعد الإشكالية بداية الدوري وما شابه وتأخر في الإعداد، طلع بصوت واحد وقال لا خوف على العروبة. أعطاني مؤشر من مباراة اليوم إن فعلا كلامه صحيح ولا خوف على العروبة لعدة أسباب. اليوم العروبة يعني برغم فوزه اللي هو كان مستحق صراحة، لأنه لاحظنا هناك العمل وجاي في 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 غادم الوقت رايح أتطرق لهذا الجانب، ولكن لاحظنا العروبة اليوم برغم النقص اللي معه، اليوم عنده لاعبين نقص مؤثرين
اليوم أكثر, أكثر تقريبا ربعة لاعبين مؤثرين الطرفين أصلا. نعم يعني الطرفين الأساسيين بالإضافة إلى مهند الحسني. الحسني نفس الشيء كغلب دفاع نفس الشيء, لأنه تعرف أحمد يا منتخب العسكري واللي هذا اللي فيه. ولكن اليوم العروبة قدم لك مباراة في واقعية, في غراءة مدرب جيدة في التعامل مع المباراة. المباراة في مجملها بين الفريقين لاحظت اليوم أنا كوجهة نظر أو لاحظت مباراة اليوم إن فعلا مباراة ثقيلة يعني من العيار الثقيل فنيا بين الفريقين. العروبة كان الأميز صراحة, العروبة كان عارف إيش اللي يريد من المباراة. وهناك أسماء اليوم أبدعت صراحة في العروبة, مثل خاصة اللي هو إبراهيم سميت يعني في وسط الملعب. إحنا نلاحظ إبراهيم سميت ما كان بشكل أساسي في الموسم اللي فات, ولكن اليوم صراحة تحمل مسؤولية بشكل جدا كبير. الدفاع اليوم كان منظم. اليوم العروبة قدم لنا المرة الثانية وأمام النصر المرة الثانية من الموسم اللي فات. اليوم نفس الشيء يستوي ظرف اللي هو عدم وجود سعد ويحل محمد إبراهيم كلاعب ظهير أيمن ويقدم عطاء كثير جيد, وهذا يحسب نفس الشيء للاعب والمدرب اللي عطاه الثقل مثل ما كان العام مع فيليب في مباراة أمام النصر. أنا أذكر نفس الشيء هذه المباراة. اليوم محمد يكتشف, وهذا محمد يقدم لك إنه لا خوف في غياب لاعب طالما إنه موجود, لأنه قدم عطاء كثير جيد. فأنا صراحة أنا أحيي هذا اللاعب اللي هو ابن لاعب المنتخب إبراهيم هيكل, هو شقيق الرائد إبراهيم فقدم عطاء كثير جيد صراحة, ولاعب برغم صغر سنه ولكن كان عطاءه جيد, كان يعني تركيز عالي في أرضية الملعب. وإحنا نعرف خطورة أحمد السيابي اللي يلعب في جهته, وبرغم أن أحمد كان مميز اليوم في مباراة اليوم. فالعروبة صراحة استحق, لاحظنا هناك العروبة إنه مهيئ نفسيا ومعد نفسيا بشكل جدا كبير, لأنه كان التركيز عالي في الجوانب الدفاعية بشكل كبير. لاحظنا اليوم العروبة الأجانب ماله مؤثرين صحيح. عكس أجانب النصر. هذه كلها عوامل ساعدت اليوم العروبة على أساس أنه يطلع بفوز جدا كبير. لاحظنا العروبة حتى الدقائق الأخيرة ممكن كان يسجل, فهذه كلها عوامل صراحة تعطيك انطباع أنه الفريق معد بشكل جيد ذهنيا نفسيا. الجهاز الفني عارف ايش اللي استفاد من التوقف يعني. نعم رغم العقوبات اللي على الفريق. نعم هو استفاد حتى من عوده لاعبينه ابو خالد, لان العروبه في لاعبين كثار اللي هم في المنتخبات الوطنيه, ولكن العروبه تحس انه معد يعني معد بشكل ذهنيا نفسيا بدني معد بشكل جيد. الفريق متقدم خارج ارضه مع فريق في مقام نادي النصر, ولكن تحس حتى الدقائق الاخيره هو جالس يحاول انه يزيد من الغلة. فهذه الأشياء صراحة أنا حي عليها العروبة, وحي الجهاز الفني والإداري. عطاء اللاعبين اليوم كان صراحة عطاء جدا كبير. عبد السلام وأحمد سليم كان لهم دور جدا كبير. إبراهيم سبيت لاحظنا كل الأسماء اليوم, حتى محمد تغي كان لاعب مؤثر ومتساعد في كثير من الجوانب. فكل الأسماء اليوم يعني خدمت فعلا كمجموعة وفي صالح الفريق, وهذا شيء جيد. فهذا يعطيك مؤشر انه فريق فعلا ثقيل وفريق عنده الامكانيات برغم النقص. فانا اقول الف مبروك للعروبه, ويستاهلوا الفوز اليوم صراحه بكل استحقاق. في المقابل النصر اليوم لاحظنا برغم يعني انا ما ممكن ابو حمد تكلم الشيء الكثير عن النصر, ولكن انا في جزئيات بسيطه ممكن اتكلم بالمختصر عن النصر. يعني أتفق مع أبو حمد في الجوانب اللي ذكرها, ولكن اليوم لما تجي وتشوف النصر تحس الغيرة اللاعب, تحس روح اللاعب. أنا ما لاحظت إلا في أحمد سالم كانت هو روح عالية, هو اللي دائما مبادر, هو اللي دائما يعني تدخلات. بس أبو حمد هذا موضوع احتراف يعني. لا 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 أنا ما أتكلم عن الجزئية اللي تكلمها أبو حمد. أنا يعني كروح الفريق لاحظت أحمد مختلف, يعني روح في أرضية الملعب يريد يفوز يعني كل اللاعبين. لاحظت أحمد السيابي عنده أكثر من محاولة يريد يعمل حاجة, لاحظت أكثر من الاسم. ولكن أحمد للأسف السيابي هو من خلينا نوصل الفكرة. لا لا أنا ما أتكلم لك, لا مو أنا ما أتكلم يا أبو صقر إنه من خارج ولا من داخل. أنا ما أتكلم, أنا أتكلم في أرضية الملعب. لا هذاك هو رأي, أنا أتكلم في أرضية الملعب. وهو ممكن يكون رأيه بشكل جدا كبير, ممكن يكون صايب, لأنه هو رسل لك رسالة على أساس إن هذا الجمهور هذين اللاعبين إذا أنت تريد منهم شغل, تريد منهم تحسسهم
بقيمتهم جيب الجمهور يساندهم. صحيح. لانك انت جايب لهم هذول برا، هذا عالم احتراف لا خلاف عليه هذا الكلام. يجي الجمهور. لا الجمهور احنا ما صقر صار له سنتين ما يجي، يعني انت اكمل اكمل الظفار اكمل اكمل الجزيه ايضا ما يحضر بصوره ابو صقر اكمل الجزيه. يعني لاحظت حتى تبدا يعني بعض التغييرات بالنسبه لعبد الله نوح تاخر دخل بدل متاخر 10 دقائق بدل الجمعه، يعني وسط مهاجم مع وسط مدافع اللي دخل وانت مهزوم ثلاثه. يعني المدرب وين المدرب؟ لا ترى انا اقول لك هذه من النصر ما موجود انا مدرب مريض المدرب بغض النظر اللي يقود المباراه هو مساعد المدرب على حسب ما نعرف، ولكن بغض النظر يعني ايش القصد من التبديل هذا؟ يعني مع الاحترام عبد الله نوح انت كنت محتاج لنا ممكن تابعت هذا التغيير انا يعني على يعني بتستفهم اوافقك الراي هذا هذا جانب. انت عندك مثلا جماله يعني لاعب يعني دفاع ضعيف يعني نوعا ما، ولكن ممكن يسوي يعمل لك فارق. واحنا تكلمنا ابو حمد جماله ما عنده شيء. لا 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 شوف بغض النظر بغض النظر ياسين جامل صراحه لا 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 هذه الكلمه انا اقول لك اذا انت تجامل هذا شرك لك. اما انا ما جامل لا انا ما ساقول لك انت تجامل. نحن بعض الاحيان صراحه نعطي انت خلينا نكمل اكثر من حق. اما الجمال خلينا انا اكمل لك ما بالنسبه لك عامل اي فارق في النصر. لا خلينا اكمل لك الفكره ما يخالف ورايك يحترم. فاحنا تكلمنا من بدايه الموسم انه انت لما يكون عندك وسط كلهم عندهم النزعه الهجوميه وما عندهم توازن في الدفاع هذا من بدايه الموسم غلط. يجب ان يكون وسط الملعب يكون متوازن. انت انا القصد انك انت لما سحبت جمعه ما تنزل مثلا وسط مدافع عبد الله نوح زيد مفروض يعني على الاقل كتقدير ممكن جماله اللي عنده نزعه هجوميه يعني هذا اللي كنت اريد اوصل. اما هو من يلعب ما يلعب هذا الشيء راجع للمدرب. بعدين الحاجه الثانيه اليوم لاحظنا احنا الضبعوني في احنا الاخوان حتى في الاستديو تكلموا عن كثير من النقاط وكانوا صايبين في كثير من النقاط، وانا اتمنى انه الجهاز الفني للنصر ينتبه لهذه النقاط. سعيد الضبعوني ما يلعب مهاجم صريح اذا انت تريد تستفيد يعني ضيع منه اي ما اعطاك ولكن انت كاحمد السيابي بالاضافه الى لاعب اخر ممكن انك انت تلعب فيهم كمهاجمين وممكن يعني يعملوا لك شيء، ولكن بهذه الطريقه اليوم النصر برغم قناعتي التامه يعني بالاسماء هذه اتوقع في اول مره يلعب في هذا المركز برغم قناعتي اكمل هذه الجزئيه برغم قناعتي التامه يعني بهذه الاسماء ممكن ان النصر يرجع، ولكن أكد على كلمة سيف إنه محتاج عمل، محتاج الفريق إلى انسجام بشكل جدا كبير، محتاج ما أريد كل يوم لاعب كل مباراة لاعب كل مباراة مراكز مختلفة، لا أريد ثبات. هذا دوري الآن شغال والدوري مضغوط يعني. فأنت فوتت فترة التوقف السابقة، يجب عليك الآن بعد جولتين فرصة كبيرة. نعم وضيعت فرصة بعد جولتين في فترة توقف تقريبا 10 أيام الآن بعد جولتين بعد الجوله الخامسه والسادسه بعد السادسه اي بعد السادسه يعني بعد جولتين شهر تقريبا 10 ايام انا اقول لك بعد 10 ايام يعني بعد 17 لا انا اقول لك بعد 10 ايام بعد نهايه الجوله السادسه بالضبط يستانف 22 نوفمبر بالضبط عندك. انا اتمنى انك ما تضيع هذه الفرصه، لان قناعتي التامه ان اللي يمتلك لاعبين من هذه النوعيه وبهذا الزخم بامكانك تعمل شغل جيد. بس تذكر محمد احنا ولكن يحتاج ان عمل، يحتاج كل الجهات تشتغل، الاداره يجب عليها انها تشتغل فوق العمل اللي هي عملته، ولكن ما بكفايه ان انا اجيب لاعبين وخلاص يا مدرب انا اعطيتك لاعبين وخلاص، لا يحتاج في نقطه ابو حمد انا بغى اعرف معلش انا ابو خالد حتى لو تواصل معه يمكن نحن مخطئين. الفريق العام الماضي وين راح؟ ما هو راح قاسم راح خلي قاسم واحد باقي الاسماء افلاي راح بون شاك راح اوكي مهيب راح ليش ما تجدد مع ذيل المجموعه؟ كوفي لا هو كوفي كان عرض كبير يعني بس اللاعبين بس خلينا نكون منطقيين اللي اندفع لهذول اللاعبين حسب المعلومات الوارده اكثر من اللي اندفع للاعبين هذول، يعني كان ممكن يستمروا في النصر على الاقل يعني كان انا عتبي على انه فريق كان جيد شكله وايد ممتاز كان العام الماضي الفريق لا بس السنه مع ضربه نفس الحال ينطبق على طول مثلا لا السنه كانت العناصر في السنه يختلف الوضع ممكن يختلف هو الوضع في تعاقداتهم في وجهه نظري لان عندهم مشاركه خارجيه فعلا فممكن هم حاسبين على ولكن مشاركه يعني خارجيه تحتاج لاعبين ولكن تحتاج عمل على اساس لاعب فقط شوف احنا قبل بدايه الدوري طبعا مساء الخير للجميع واسف على الدخول لان هذه المباراه يعني بصراحه مثيره بنتيجتها بامورها تخلينا نتكلم يعني عندنا الكثير من الكلام.
أول نقطة فعلا المشاركة الخارجية، يعني في إدارة الأندية كلها أو في جمهور أو أي شيء ما يتمنى هؤلاء اللاعبين أنه تنتسبهم أو تجيبهم كلاعبين وأسماء لفريق نادي النصر؟ أكيد الجميع يبحث عن هذه الأسماء. لكن إحنا إذا تذكرون قبل بداية الجولة الأولى بأول أسبوع في البرنامج سيف الجابري وحضرتك والأخ خميس وأيضا الأخ سيف الغافري كل الموجودين هنا تحدثنا أنه نخشى أنه يكون هناك انعكاس سلبي في تجميع اللاعبين. تحدثنا بالموضوع هذا صحيح. في نادي النصر بعد هذه الأسماء الكبيرة اللي جت، كل لاعب من هؤلاء هو تألق الموسم الماضي مع الفرق اللي مثلت، إذا كان الضبعوني مع المصنعة والجامعي والسيابي مع عصور وغيره من اللاعبين أو فايز. فعموما المشكلة أنه هل هذه الاختيارات هي اختارها المدرب الجهاز الفني أم الإدارة أم الداعمين؟ يعني المدرب يجوز يقول لك أنا مع هذه الأسماء الكبيرة يجوز ما متابع الرجل. لا التعاقدات ما له علاقة، بعض التعاقدات أبو صقر وبرمت ما له علاقة قبل إيه قبل حضور المدرب ما له علاقة المدرب ما له علاقة لا. لكن المدرب يجي يحصل عناصر هذا هو أنت اشتغل على العناصر اللي عناصر مميزة هذه النقطة. أنا مع أن ما نخلي المدرب في الصورة كثير نعطيه رأي في لجنة نحن جبنا الأميز يعني وما جاب الأفضل. أنا النقطة المهمة أختلف بيها مع الأخ سيف أنه موضوع الولاءات واللاعبين وأنه لو أنه من نفس المكان يمكن اللاعب يقدم، والدليل على ذلك الآن تكلم هلال قال أحمد السيابي اليوم كان يقاتل صح؟ يختلف عن الآخرين بالإضافة إلى أحمد سالم نتكلم عن السيابي يعني أحمد سالم فهذه ما لها علاقة. اليوم احتراف عرض وطلب، أنا عندي إمكانية أو عندي داعمين أجيب لاعبين هؤلاء في كل دوريات العالم، يعني سواء المنطقة بالخليج بالمنطقة العربية بالدوريات العالمية ما اختلفنا في هذا الشيء وصبر ما اختلفنا في هذا الشيء وصبر. انت قولتني شيء لا ما قول قولتك لا قلت لا حتى يجي الجمهور صح؟ لا ما قلت كذا انا ما قلت كذا قلت ايش قلت انا جوز ما لا انت انا ربطت انا قلت لك حتى بخا قلت لي انا اربط القضيه بمعنى هذا اللاعبين جايين من بيئات مختلفه من أندية مختلفة بيئات حتى كبيئة مختلفة واحد يعني معلش بجيب أنا أتفق معك ترى أنت في أندية في العالم اللي ما عنده ولا واحد من مدينة هذا متفقين عليه أنت ما ويجيبون بطولات أنت اليوم هذا اللاعبين اللي جايبينهم اللي تقول عنهم محترفين هذا اللي يداوم الصباح حتى اللي في النصر زين ما متفرغين لكرة القدم كليا أولا رقم واحد زين هذا الموضوع يعني معلش هذا جزء يعني. هذا جزء الجزء الثاني اللي بغيت أقوله أنه ايضا هذه ميزه انا ما اقول لك انه لا تجيب ولا منعت النصر انه يجيب هو يريد يحول ال 12 ولا ال 25 لاعب كلهم من الخارج ممكن يشيل البطوله لكن انا بالنسبه لي ابناء النادي ونع نادي يعني تفريخ للاعبين مراحل سنيه النصر على فكره في السنوات الاخيره النصر والظفار كانت عندهم عناصر ما شاء الله يعني من وين؟ منهم مفيد ولما النصر لما كان يرجع ياخذ بطولات كاس ودوري من وين كان لاعبينه؟ من النصر يعني غلط اذا جاب هؤلاء لا انا ما اقول لك غلط انا اقول لك ان بالنسبه لهم هذه المفروض تكون ميزه كان يفترض انه بزق بعض العناصر من ابناء النادي يرحلوا سواء مراحل سنيه ابقاء على بعض العناصر من ابناء النادي خلطهم مع المجموعه هذه ممكن لان احنا ما لناش احنا دوري محترفين لكن احنا ما محترفين بشكل كامل الى الان حتى على العامل النفسي وانا اقول لك وانا قلت لك حتى قلت ابو خالد في البدايه قلت له انا هذا من تجربه تكدس النجوم وجلبهم من خارج اسوار النادي بعض الاحيان ما يفيدك على فكره هاي التجربه حتى عمل الظهر ما راحت ما لا احنا معانا في السوق صارت في اكثر من نادي صح يعني الموسم الماضي مثلا كثير من الانديه للتالي المفروض كان ناخذ هذا الدرس انا ايش اقول انه كل ما تقدر تخلط مجموعه من ابناء النادي من ابناء الولايه من الناس اللي تربوا وترعرعوا عاشوا هم صغار من نعومة أظافرهم هم موجودين في النادي هذا يعطيك ميزة إضافية لأنه أنت اليوم ما قادر تحقق له الميزة الأخرى اليوم جايب لاعبين على سبيل المثال فايز كان في صحن يحضر جمهور حتى على الرغم من عندهم مشاكل عام ماضي اليوم أنت محضر له في المدرجات حتى 20 شخص على بعض يعني ما قاعد عامل نفسي مساند طبعا. عامل نفسي تساعده يا أخي أنت باغت تحسسه أنت كإدارة أن شوف ذا الجمهور يطالبك خليه هو جاي يشوفكم كنجوم ويتفاعل يعني معاك شوية الحين هذا التفاعل كيف راح تخلق أنت لهذه المجموعة أتفق معك أبو صقر في جزء من كلامك لكن أنا ما كنت أعني أنك أنت لا تسوي النصر أو خطأ لكن لازم تحسبها صح إلى الآن النصر ما زال نحن ما نتكلم عن 4 نقاط 8 نقاط نحسبها فارق كبير الحين لكن المسألة راح تصعب مع مرور الوقت إذا ما تجاوزت هذه المحنة لازم النصر يجلسوا مع بعض
يجلسوا كفريق، يجلسوا كإدارة أولا، يشوفوا إيش يريدوا من هذا الموسم، فقط مشاركة الخارجية ولا أريد أنافس في الدوري، أريد أحقق شيء في الدوري، خلي الكأس الحين ما بنجيه، الدوري عندي وعندي مشاركة. تذكر الخلط اللي صار العام الماضي ما بين الرغبتين، رغبة أن أريد في مشاركة خارجية ورغبة أنا في الدوري قاعد أتعذب ولا قاعد أنافس ولا وين بكون. وعلى ضوها حتى السيب نزل. ونزل السيب. هذا إنه لعب النهائي. اليوم الخيوط بخالد بدت تظهر بشكل واضح. لازم النصر يريد ينافس في الدوري، لازم فيه يشوف وإيش الأشياء اللي تنجحه في الفترة القادمة، لأنه عنده عناصر مثل ما تفضل أبو صقر كأسماء ما أختلف عليها. أنا أقدر أتكلم اليوم عن فايز، أقدر أتكلم عن ضبعون، أتكلم عن لاعبين كانوا العام الماضي من نجوم الموسم. هذه أسماء قوية، لكن في النهاية أنت تريد عمل جماعي. العمل الجماعي في شكل الفريق ما ظهر إلى الجولة الرابعة، واللي كنا نمني النفس فيها أبو خالد الجولة الرابعة جاءت بعد توقف. مفروض نشوف النصر اليوم بشكل آخر. وين مفروض نشوفها؟ لو كانت في العروبة يعني بنمررها، بنقول هزم 2-1 3-1 في العروبة خارج ملعبه وطلع وفريق قوي وفريق بطل دوري. لكن يوم في ملعبك وانت عملت هذه العدة كلها وتخسر بهذه النتيجة في ملعبك، أنا أعتبرها نتيجة ثقيلة صراحة. أتكلم عن العروبة. كابتن هلال قال إنه هناك ظرف مع سعد سهيل. لا أقول لا أنا لا أنا مسجلها. لا غياب سعد سهيل ومضافة. لا لا قال ظرف، أنا هاي مسجلها. أي ظرف مع سعد سهيل؟ سعد سهيل ظرف الغياب. لا لا أنا سعد سهيل هو أصلاً ما 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 اهتم إنه يجي أو يحضر بهذه المباراة. وابتعد من فترة يعني من بعد المنتخب راح. والله حسب المعلومة أن سعد هذه معلومة أكيدة أنا متواصل. وعندك مصادر أكيدة يعني. إنه سعد وحتى مهند الحسني لأنه هو موجود بمسقط وهذه أيضا ما أجى. لا لا كيف أنت ما أعطيتنا القصة، أعطيتنا سالفة وسكتنا. إيش يعني سعد؟ إيش سعد سهيل هو ما أجى. يعني ما أجى بدون سبب؟ ما أجى. كيف لا ما اجي ليش ما والله يعني ما يعني 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 المعلومه احنا انا اتمنى الان تتواصل مع احد. لا انت جبت المعلومه. اتمنى والله احد من الاداره يعني كان غريب عليك تواصل ويبين غريبه. غريب على ابن النادي. انا ما غريبه يعني ما غريبه. لا انا العرف ان سعد غير موجود بس ايش الاسباب صراحه رجاله يعني اكثر مني يا ابو محمد. شوف عشان اكون واضح معك يعني اهل مكه ادرى بشعابها. شوف انا اللي اعرفه ان سعد لا سعد لا, لا 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 والله الاسباب والله اجلها والنعمه هذه سعد اجل تلقى نفسه ونعرف سوابق عنده في اكثر من نادي سوابق في عنده اكثر من نادي سعد ولكن ماجه. هذه المره انا اجل حسب الكلام اللي الاسباب انا اجلها يعني صراحه انا سعد مباراه الهند ما راح للنادي مع نادي من مباراة الهند بعد المنتخب ما راح للنادي ولا راح إذا صحيح. كان هذا السبب فهي ما بغريبة كلام صحيح وهي مش أول مرة طبعا أيوة إذا كان هذا السبب فهي مش غريبة ولكن مع جل تقديري ولكن بإمكانية ونجومية وسعد هذا إجراء النادي عادي لكن هذه ما أول مرة ولكن يا لازم هناك ولا مع أول نادي ما قلت لك ولا أول نادي مفروض هناك يوم حيصير عندنا أكثر من سعد إذا سعد يتصرف بهذا التصرف نعم لاعب مهم اليوم الفريق فاز يعني لو الفريق خسر كيف كان ممكن انه يخسر معنا خارج ملعبه مع فريق مثل نادي النصر انا ذكرت لك نقطه انه محمد ابراهيم انه محمد ابراهيم اللي لعب في الظهير الايمن اليوم ما حسسنا بغياب سعد لاي ظرف كان سعد هذا شيء ايجابي حبيبي هذا شيء ايجابي ويحسب للجهاز الفني للمره الثانيه يعطي يجب ان يكون هذا جيد قرار رادع بالنسبه لسعد السهيل وانا اتمنى صراحه يعني هذا احنا نحسن من العروبه اتمنى انه نتكلم عن احنا عندنا اللي نعرفه المس... احنا نتكلم عن شيء جديد يعني بالنسبه لسعد مش الدفاع عن نفسه يعني هل حتى النادي اذا كان عنده اي عذر على فكره يعني بالنسبه لمدرب النصر ممكن يكون معذر مختلف ممكن يكون هو يعني هذا نقول لك الاسباب النادي الاسباب ممكن يكون بالاطلاع من اداره النادي ممكن في شيء طالب فيه سعد لا قدر الله ما نعرف ايش ظروفه يعني ايضا لكن اذا كان نتكلم عن سعد كشخص هذا مش اول مره اذا كانت مطالبات ماليه انا اختلف المفروض يستمر ليش طالما وقف 90% لا لا 90% اذا كانت مطالبات ماليه 90% من لاعبين الانديه لهم مطالبات على الانديه و90% الانديه لهم مطالبات على الاتحاد اذا العمليه مرتبطه ما في مجال يبقى على حل الاتحاد انا من وقع عقد انا اطالب بفلوسي لا انا عندك استمر في النادي انا عندك ولكن هذه القضيه هذا الواقع واشارك لاعبين لهم مستحقات على الانديه لهم مستحقات على الاتحاد بس اليوم ايضا يجب ان نذكر هذا الهدف العالمي البرازيلي مال عبد السلام اي والله هدف جميل والله امتعنا يعني هذا ترشح له هدف الجوله هذا يا اجمل هدف يعني تحيه من القلب لعبد السلام على انا يعجبني ولو الشيبه اليوم انا
اثارني بالشيء اللي سواه، لكن يومي اشيد بالشيبه لان هو يجبرك. المدافع من يتقدم ويعزز ويعطي زياده عدديه ويسجل ويحاول، شاهدنا اليوم الشيبه في مباراه السويق صعد وكان عنده هيدنج شوت وما اجب الضربه الراسيه صعد بها. اليوم عبد السلام يعني هذا هدف يعني عالمي. اليوم بالمناسبه اعتقد متدربين العروبة على الطاير. اليوم حتى هذا اللاعب ثلاث اهداف كرات ثابته كلها من كرات ثابته، فاكيد يعني انه كرات في رسم تكتيك من المدرب حالات ثابته هي يشوت على الطاير يعتمدوا عليهم العام الماضي العروبه. لا تنسى عبد السلام مع صلاله نفس الشيء في يعني بهذه في ظل الغيابات الموجوده عندنا هدف يعني يونس مبارك ابراهيم الزجاجي اسماء كثيره غايبه اليوم يعني بصراحه النتيجه اليوم اللي حققها نزل في اخر دقيقه يعني اليوم فعلا شاهدنا بس لكن ابغى اختلف معاكم اثنينكم بموضوع المحترفين بالنسبه للعروبه ما مقنعين يعني مو هذول اللي يريدهم نادي مثل العروبه. انا لاحظتهم صراحه يعني بغض النظر عن انه هانز يعني سجل يعني بس لعب يعني صراحه بس يعني مجهود جدا كبير يعني العروبه المهاجم نفس الشيء يعني مشاكس ويتمركز بشكل جيد. انا معك احنا نتمنى انه يكون افضل لكن ولكن مقياس اليوم لا لما نقيسه بمقياس كمباراه حنين محترفين نادي النصر ومحترفين لما الفريق كله يقدم يا ابو حامد اي طبعا لازم عمل جماعي بما فيهم الاجنبي يقدم انت ما تحس بالفارق كثير عمل جماعي لكن لما يكون الفريق ما يقدم واللاعب الاجنبي او الفريق يقدم واللاعب الاجنبي ضعيف هذا يبين لك الفارق كثير. العروبه ككتله كمجموعه كان يقدم عمل جماعي اليوم لا العروض اليوم حتى كان بشكل ثاني بشكل ثاني يعني حتى اللاعب هانز هذا مع يعني في التوليفه ماشي كويس مع الفريق هو الفريق عطاء لو كان عالي كل اللاعبين لو كان الفريق الاجنبي متى تريده انت لما يكون عطاء الفريق شويه خفت تحتاج الاجنبي يسمع لك الفارق بعض الاحيان ويبين معاك اذا كان مستواه نازل ولا لا. طيب استاذ الشيخ عبد الله المخيني رئيس نادي العروبه ابو عمر مساك الله بالخير. يا مرحبا مساكم الله بالخير. حياك الله ابو عمر. اهلا بالاخوان الله يسلمك مرحبا بكم الله يحفظكم. حياك الله. اعطونا الصوت في الاستديو بشكل اوضح شباب. اولا مبروك الفوز على النصر التصدر بفارق الاهداف ليصل الفريق للنقطه الثامنه. شكل الفريق غير اليوم شوي، شكل حتى العرباوي اليوم كلهم مبسوطين من الفريق قبل النتيجه. والله الحمد لله طبعا بارك لاخواني مجلس الاداره وطبعا اللاعبين الجهاز الفني والاداري وكل من وقف وراء العروبه. اليوم الحمد لله ترى اهم شيء هي ثلاث نقاط فعلا العروبه بعد كل مباراه تحصل ينسجم اكثر. حتى لو تلاحظ مع احترامي لبعض الاخوان بالنسبه للاعبين حتى لو تلاحظوا طوفي كان على المباريات السابقه اليوم يمكن احسن على المباريات السابقه. هي كل عمليه انسجام العمل الجماعي مطلوب طبعا والحمد لله بدا العمل الجماعي في عمليه انسجام التكاتف الاصرار على الفوز. الحمد لله اهم شيء كسبنا ثلاث نقاط طبعا فريق النصر فريق كبير مع احترامي طبعا كانت مباراه فعلا قويه بين فعلا في تكتيك فني حذر من الفريقين الحمد لله اهم شيء الفوز وتخطينا نادي النصر الحمد لله. طيب تستاهلون الفوز والنتيجه الله يسلمكم مشكور. كان الكلام على سعد السهيل وين سعد السهيل يا ابو عمر؟ والله احنا نريد اجابه صريحه من فضلك. نعم العروبه بمن حضر انا ما اختلفنا قبل ثلاث ايام واربع ايام من خلال متابعتنا للتمارين بعد مباراه المنتخب الوطني بعد فوزه على مباراه الهند بعض اللعيبه وصلوا وحضروا التمارين بعضهم لم يحضروا. الحقيقه طبعا راي الجهاز الفني وانا احترم راي الجهاز الفني اقول الجود بالموجود الناس الموجودين العروبه بمن حضر سواء من الفريق الاولمبي اليوم حنكتله وحده ما نفرغ لاعب عن اخر. نعم عدم حضور التمارين طبعا حضور يوم وثلاث ايام عدم حضور وفي ناس لا مواصلين التمارين حتى لو تلاحظوا اليوم الباك محمد ابراهيم صراحه ادى مباراه جيده تكلمنا وطبعا والغادم افضل وفي لعيبه الحمد لله غير طبعا الاصابات ناهيك عن الاصابات معتصم بدا الحين في الدكه يونس بدا يحضر حتى اللاعب اليمني الحمد لله يعني بدا ينسجم مع مباراه تجريبيه والحمد لله اليوم مباراه ثانيه المباراة الثالثة بتشوفوها ان شاء الله العروبة بعد افضل وافضل ان شاء الله. يعني سعد حضر وغاب ولا ما حضر اصلا؟ لا ما حضر. ما حضر مباراة يعني بعد مباراة المنتخب ما جاكم؟ والله الحقيقة لا ما حضر الا نكون كلمة حق اقول لك ما حضر ربما الظروف انا اعذر فيها لكن انا اقول الشخص اللي يحضر معنا التمرين الجهاز الفني اللي رايح طبعا انا ما اميز ممكن لاعبين بعد اخر ثلاث ايام او يوم واحد يتمرن ولاعب هناك يقدح في الملعب
انا مع الناس الصراحه المثابرين المواطنين بالتمام. نعم. هذه خلاص من وجهه نظري اليوم الكلاشة هذا لاعب كبير وهذا لاعب صغير، اليوم كنا سواسيه. ايه يعني بس الفريق الاولمبي الحمد لله بدا ومحمد جاي من الفريق الاولمبي وعده لعيبه ان شاء الله، وانا اقول العروبه بمن حضر. اشكر اخوي هلال فعلا المغول، العروبه لا خوف عليه ان شاء الله. ايه ما فيش مشكله ان شاء الله ما خوف عليه، لكن نعم. لكن بس عشان يعني ما يكون في توهان في الكلام وحد يتجنى على اللاعب او على النادي. لا 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 الان الان بالنسبه لا. بالنسبه لسعد السيل يا ابو عمر، بالنسبه لسعد السيل يعني بعد مباراه المنتخب ما جاكم؟ طيب انتم عندكم جهاز اداري مجلس اداره غيره ما حتواصل معه اللاعب من بعد مباراه المنتخب ما جاكم لغايه اليوم مثلا؟ والله بعض طبعا هو يتعذر لاسبابه، وحن طبعا انه وجهه نظر والجهاز الفني له وجهه نظر. طبعا حضروا اللعيبه اقول لك اللي كانوا يواظبوا في التمارين فاستمرين اكثر من لاعب طبعا غير سعد السيل، عندك مهند مثلا، عندك ابراهيم الزدقالي ايضا يقول اذاع الاصابه، عندك بعض اللعيبه ايضا ما حضروا، يمكن يحضروا او يبرروا اللي عندهم، لكن صراحه حن خلاص اليوم متخذين كمجلس اداره مع الجهاز الفني اللي يحضر معك اللي يواظب في التمارين هو الاصلح، وفعلا اثبت العروبه يعني من خلال مباراه اليوم ومن خلال ان شاء الله المباريات القادمه بتشاهد العروبه غير ان شاء الله. طيب عموما شكرا لك على هذه المداخله سعد الشيخ عبد الله المخيلي رئيس نادي العروبه. مشكور. شكرا لكم. أسأل. شكرا جزيلا. شكرا محمد ايش تقول؟ انا كنت بتداخل معاه شيء مره ثانيه يعني عشان بس اركز مكان واحد يعني. لا قلت لك لا بس واضح معاه. عفوا واضح من موضوع سعد السهيل انه كالعاده الرجل يعني ما راح للنادي والجماعه تركوه ايضا في حاله يبدو انهم يتعبوا من هذا الموال. ايش الحل؟ الحل في عقد بين الطرفين. انا كان عندي التساؤل حال الشيخ عبد الله ولكن هو راح الحين. لو سعد السهيل جاء وتمرن طبيعي بعد المباراه هذه فرضا. اي مباراه؟ بعد المباراه هذه التمرين الاول بعد المباراه بعد مباراه النصر؟ اي مثلا تمرن طبيعي. هل اليوم احنا يعني اليوم لازم يكون عندنا موقف في عمان؟ إذا نريد كرة القدم تمشي معانا بشكل إيجابي شوف على سعد وعلى واضح سعد وغيره. أي طبعا إذا سعد يتكلم عن مطالب مالية وهو شارط أنه لو ما استلم في تاريخ معين فرضا ناخذ فرضية المطالب المالية وموجودة مدونة في العقد قد يجوز هذا أمر، لكن عادة ما يكتبوا في العقود أنه والله إذا جاء تاريخ معين أنا ما استلمت لازم. أنت طالب بحقوقك واستمر لأن حقك زين يفترض انك بتاخذه، يفترض انك بتاخذه في قوانين وفي في اتحاد وفي منظومه يعني من لجان قانونيه وفي فيفا وغيرها الى اخر محطه الى حتى الى الكاس الى المحكمه الكرويه. لكن انك انت اليوم تجي سعد اليوم ما اجى واستمر انه ما يجي ونجي باكر نشوفه في المنتخب الوطني هذا المشكله هذه للاسف هذا عيب. ما مشكلة هذا عيب في حقنا احنا كوطن. ما حصلت هي. ما هو حصل أيوة. حصلت سابقا، اليوم مرة حصل. ثانية بنرجع في نفس الدائرة. مفروض انه يحلوا الموضوع قبل، لكن يجي ويرجع لنا ويسووا لنا سيناريو يرجعونا يا نادي العروبة قبل يومين باتفاق ما بين الاتحاد وإدارة النادي واللاعب وخلافه، ويتمرن يومين قبل عشان بس أوضح الفكرة، يتمرن يومين في العروبة وبعد اليوم الثالث معسكر المنتخب عشان تدار المشكلة، احنا ما نتمناها صراحة. احنا اليوم مفروض نكون اكثر حذرا على كرة القدم ونكون اكثر يعني حرصا على ان كرة القدم تمشي بالنظام. اذا هذا مش دوري محترفين لو مش لاعب دولي يا رجل لاعب يا اخي ليش لا يعني اقصد لاعب دولي يعمل هذا دولي انت اليوم يا اخي طالب مش اول مره حصل هذا الكلام. سعد السهيل بالمناسبه سعد السهيل هو اللي كان على حسب معلوماتي كان مقدم عمل اداري مع اداره العروبه حتى في تعاقداتهم في هذا الموسم ومقدم شغل كثير. يجوز اذا كان الشيخ عبد الله نحن كنا نساله كان يتكلم عن جهاز فني، احنا ما كنا هذا السؤال نريد نطرحه، جهاز فني طبيعي يوم باللاعب ما بيجي انه ما بيلاعبه طبيعي اصلا ما لها دعوه ما تبى تفسير لا بس يعني. واضح من كلامه لكن هو ما يجي يمكن يكون عنده مطالبه، نقول لسعد عندك مطالبه استمر طالب فيها بس تحضر، لكن اليوم لا يسوون هذا السيناريو وتجي اخر يوم ما يحضر قبل يومين بيحضر بعدين معسكر المنتخب بيروح بنشوف مباراه المنتخب ومع العروبه ما يلعب. لا حصل اسفين بولقوين اسفين اتحاد القدم ايوه انت وصلت من هذا الكلام انت وصلت للنقطه الاهم ما يصير تتشفع له يا رجل احنا مشتهرين مشتهرين انت وصلت لصلب الموضوع يعني كلاكيت ثاني مره في العام الماضي صار والسنه هذه بيصير مره ثانيه. سعد السهيل ما يريد يستمر وعنده مطالبه يظل يطالب ويستمر مع ناديه لكن يشوف بكره في المنتخب هذا عيب في حقنا. لا انا استشف من حتى من كلام ابو عمر انه في شيء في الموضوع
ويجب الحقيقة استشف أيضا يعني إذا كان القراءة هذه من خلال الاتصال أن العروبة واضح أنه محضر شيء أيضا يعني من كلام اللي ما بيجي خلاص، لكن إحنا أيضا مجهزين شيء بالنسبة له ما يجي مثلا، لكن عادة يا سلمة منتخب شيء ثاني إذا كان لاعب دولي أبو خالد يعمل كذا. نعم. أنا ما أريد على خليه محور، لا 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 مش محور ولكن يعني نقطة يعني نتكلم فيها، لأن كل لاعب يسويها على أحد اللاعبين يشوفونا بكرة بيسوي نفس الحركة على الكلام كجزئية بسيطة. إذا كان إنه هذا اللي حصل وهذا إنه هو له مطالبات أو ما شابه أو هو أي سبب مطالبات مثلا عنده مطالبات رئيس النادي يا أخي لا 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 خليني أوصل لك الفكرة، أنا خليني أوصل لك الفكرة على أساس إنه توضح الصور. أنا أتمنى وأناشد وأنصح من هذا المنبر من هنا، لأنه سعد قدم مباريات في التصفيات الأخيرة من أفضل لاعبين في المنتخب، فحرام يعني أنت تظلم نفسك كسعد كلاعب إنك تضيع هذا المستوى وهذه القيمة الفنية بأشياء ممكن تنحل اليوم ولا بكرة، فيجب عليك إنك ترجع مع ناديك مع إخوانك. طيب إذا ما كانت أشياء مالية يجب إن عليك، وإذا ما كانت مطالبات مالية شو أبو خالد حتى وإن كانت مطالبات مالية إذا مطالبات ما أخرى ما يشفع أنا قلت لك ما يشفع له حتى لو مطالبات مالية، لأن نعرف إنه 90% من لاعبين الأندية ارتداء فانيلة المنتخب فانيلة عمان أبو حمد تجي لناس مخلصين لكرة القدم. أولا كل واحد في عمان يرتدي هذه الفانيلة لازم يخلص لها، أنت طالما وقعت وارتضيت لنفسك توقع لنادي حتى لو مر هذا النادي بأزمة مالية أنت تواظب وتستمر وتكون موجود في التمارين طالما تمثل أتفق تمثل كرة القدم أولا، وغير عنك اللي بترتدي فانيلة عمان. فبالتالي تيجي بكرة احنا نصير امام الرأي العام ونصير احنا يعني كنقاد رياضيين او خلينا كمتابعين رياضيين كمشاهدين كجمهور نجي نشوف واحد اليوم متخلف عن ناديه ما قاعد يعطي في الداخل كيف بيعطي في الخارج؟ حتى لو كان يعطي في الخارج انا بالنسبة لي هذا رقم ما مقبول انه يكون يعطي في مكانه ما يعطي في مكان اليوم آخر. اليوم في لاعب خليجي من غير ذكر الاسماء طبعا والجنسية ظهر في مقطع مش طيب حتى على مستوى أخلاقي وكذا، تم توقيفه من المنتخب وخصمت حقوقه بانتظار يعني إلى أجل مسمى غير مسمى لغاية ما الجماعة يشوف أمورهم، تم توقيفه عشان ظهر في مقطع بس. احنا الجماعة طبعا شفتوا فيه مشاكل كثيرة سابقا، لكن مش موضوع أنا بطلع من هذا المحور. هل عنده أي كلام ما يتعلق مباراة العروبة والنصر؟ لا، بالنسبة مبروك للعروبة اللي قدم مباراة اليوم، هارد لك للنصر اللي عليه مراجعة كثير من الأمور. طيب احنا كنا نطالع جدول الترتيب جدول المباريات القادمه، فقلنا ان النصر بيلعب مع وين راح النصر مع شو اسمه مع الخابوره طيب باخذ الفاصل بناخذ الفاصل وبنتكلم عن السويق وايضا 3-1 السويق هذه المره في مرمى الشباب. ننتقل إلى المباراة الثانية اللي أقيمت اليوم أيضا لحساب الأسبوع الرابع من دوري عمان تل المحترفين، فيها نادي السويق يتفوق على الشباب في المجمع الرياضي بصحار ب3-1 ومن خلال السويق طبعا يصعد إلى النقطة الثامنة هو طبعا بالاشتراك مع العروبة وظفار وصحار، في حين الشباب يبقى عند نقاطه الثلاث مع نهاية الجولة الماضية. هيثم خليل، السويق يعود على حساب الشباب هذه المرة بثلاثية. أبو خالد، أولا أنا يعني تفاجأت بالنتيجة قبل أن أتحدث عن الأداء الفريقين، على اعتبار أنه قلنا أنه الشباب استعاد صورته نوعا ما في الجولة الماضية قبل التوقف،
مع وجود الكابتن وليد، وبعد تم بعد ان تم التعاقد مع كوزيك وهو المطلع على كرة القدم العمانية وكان قد عمل سابقا قبل ان يعود من جديد، فبالتالي استبشرنا خير انه الفريق يعود الى حالته الطبيعية، الى انه يقدر انه يكون ايضا رقم صعب امام الفرق اللي يواجهها، وتوقعنا سيناريو اداء افضل من اللي شاهدناه اليوم. اليوم الفريق يعني بصراحة ظهر في هذه المباراة وكأنه يعني لا توجد هناك ترابط بين خطوط اللعب، معظم لاعبين ما كانوا بالفورمة، بعضهم كان أيضا غاب لفترة وعاد في مباراة اليوم مثل مرشد البلوشي، يعني ما ظهر بالصورة المطلوبة. الدفاع كله محمد عدنان العراقي أو ربما الحارث البلوشي اللاعب الشاب يعني ظهر بمستوى جيد، لكن ما كان هناك ترابط بينهم وبين وسط الملعب. الأسماء اللي اعتدنا أن نشاهدها في بعض الأحيان تتألق كسالم السويدي وحتى المحترفين دوغلاس أو سواريز ما ظهروا أيضا، حتى طارق الذهلي هناك ما أعرف، يعني هناك أمر معين. اليوم فريق الشباب فاجأنا بالأداء اللي قدمه رغم أنه عاد للمباراة يعني في وقت يعني توقعت انه سيحافظ على هذا النسق، لكن مع ذلك فرض السويق ايقاعه، فرض السويق اداءه في المباراه من خلال نجم المباراه الاول المحترف عبد الله كوفي اللي سجل الهاتريك، وايضا من خلال الاسماء اللي تواجدت في المباراه كالعبد النوفلي اليوم قدم عطاء جميل في هذا اللقاء، بالإضافة إلى زكي وحارب شاهدنا محمد الشيبة، ربما أنا اللي فقط يعني مأخذي عليه هو اللي المشادة اللي حدثت في الدقيقة 92 مع كيتا لاعب نادي الشباب، واللي ربما يعني ضيعت جهد هذا اللاعب وعطائه في المباريات الأخيرة سواء مع المنتخب الوطني يعني استعاد مستواه، أو من خلال أيضا الزيادة اللي عملها لمساندته للمهاجمين. كل العناصر الموجودة في الفريق يعني حتى البدلاء اليوم بدلاء السويق، كان التدخلات اللي كانت للكابتن عبد الرزاق خيري حقيقة كانت جيدة جدا، اللي دخلوا في المباراة يعني كأحمد الخروصي أو محمد ولو محمد دخل في وقت متأخر، ياسين اليوم ايضا ظهر بصوره جيده، محمد افلاي اللي اعتقد هو كان مكسب بعودته الى فريقه. انا ما اتحدث يعني على الفوارق العدديه في المباراه بين الفريقين، لكن السويق فرض ايقاعه عن المباراه مع انه المباراه يعني ما شاهدنا بها يمكن ايضا عدد على الاصابع من الجمهور، يعني اليوم ايضا نقطه سجلتها ابو خالد وحزت بنفسي، عبد الله كوفي اللي سجل هاتريك في المباراة بعد أن تم استبداله، لو في دوريات أخرى لاعب جمهور يصفق له ويحتفل مع الجمهور على ويحتفل ويطلع الرجال طلع وكأنه يعني كثر الله خيرهم الموجودين، ها ما أعرف ما سمعنا الصوت أو شيء، بس هذا لاعب سجل هاتريك يعني نجم بالمباراة طبعا مع الزملاء كلهم اليوم تألقوا، لكن يعني وطلع يعني طلع وكأنه ما مقدم شيء اللاعب في يعني تشجيع على الاقل انه سيد هو طبعا يعني لاعب متالق ومكسب لهذا الفريق حقيقه لنادي السويق. السويق مستقر بالاداء مع عبد الرزاق خيري، وبقاء عبد الرزاق خيري مع الفريق وهو اللي يعني راهن ونجح منذ الصعاب اللي واجه الفريق بالموسم الفائت، اليوم نشوف السويق بالمركز الثالث يتخلى بفارق الأهداف عن المتصدر والوصيف، فبالتالي السويق هذا الموسم غير عن الموسم الماضي بكل تأكيد، رغم أنه انتداباته كانت قليلة يعني مو مثل فريق نادي النصر أو غيره من الفرق اللي انتدب وكدس لاعبين. بس كوفي لاعب جيد صراحة طبعا يعني وفلاي معاه، شوف عبد الله كوفي ولا هو كله بي كوفي، كوفي ميشاك ما ما, ما يعني الظاهر كله كوفي يعني كوفي جدا يعني لاعب ممتاز جدا، لكنك ليش تعتب على 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 الشيبه؟ انا بارك اول حاجه للسويق الشيبه اعتب برجع على 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 برجع على لك في رده يعني الفعل برجع لك في الجزئيه اللي شاهدناها بالدقيقه 93 على هذه اللقطه بنرجع للقطه بعدين. طيب
انا بارك اللي صار للشيبه هو خطا طبعا التدخل الاحتكاك اللي صار مع كيتا، لكن عوده رده فعل الشيبه ما انا ما عجبتني بصراحه. طيب رده فعل بناخذها بعدين رياكشن الشيبه على اعتبار انه لاعب متزن لاعب دولي حتى وصلت لاعب ممتاز لاعب لحد الدفع بين الطرفين في كل مناسبه خلينا نشوفها بعدين لكن بناخذها بعدين. انا اشوف انه الدقيقه 41 هي نقطه تحول في المباراه بدايه انا بارك للسويق يعني بعد الطرد اي بعد الطرد هذه واحد برغم افضليه السويق عندي كفريق منسجم ابارك لعبد الرزاق خيري صراحه لكل مباراه يقدم لك درس ويقدم لك يعني شيء جديد في الفريق. اليوم اللي لاحظنا السويق لاحظنا بشكل يعني في تأني فريق يحاول قدر الامكان ان الكوره ما يفقد الكوره وهذا يعطيك يعني مؤشر انه الفريق عنده الإمكانية وعنده الثقة. فالسويق صراحة من مباراة إلى أخرى تشوفه انه يمشي بشكل جيد. الطرد يعني أنا أشوفه هو نقطة التحول في المباراة يعني خاصة لاعب مثل جميل اليحمدي اللي هو لاعب وإحنا نعرف الدور اللي يقوم به ولاعب كثير حتى الطرد بنعرضها بعدين. نعم هذا الجانب. اليوم السويق كان أفضل من الشباب. أنا كنت أتمنى أن الشباب يستمر على نفس العطاء اللي قدمه أمام مباراة صحب يعني اللي قدر يكسب فيها 1-0 فهذاك العطاء هو اللي رايح كان يعزز من حظوظه أنه ممكن يعمل نتيجة إيجابية في هذا اليوم. ولكن من بداية المباراة اللي باين أنه السويق هو الأفضل وصراحة بكل استحقاق يستاهل الفوز. ولكن كنقطة تحول في ضعف نادي الشباب اليوم اللي هي مسألة الطرد. طيب إذا في إعادة هذه اللقطة هي؟ لا خليها إعادة. هذه إعادة جاءت أكثر من إعادة كانت لها. يعني أنت شوف كيتا حتى ربعه يريدوا يهدوه ولا زال زين خليه يرجع لنا من البداية. عاد هذا فيها خلاص يعني خلاص المسألة طاحت. أي المسألة خلاص منتهية. والمباراة خلاص. يعني في 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 احتكاك يبدو أنه في ضرب هو محمد. الحكم صفر بس ردة فعل محمد كانت يعني شوي معصب على اللعبة. طبعا خطأ على كيتا. وصفر الحكم بس محمد عمل ردة فعل قوية. الشيبة غير مقبولة. في تلامس. خلي يكمل اللعبة لأنه هنا الحديث يكون بعد ردة فعل الشيبة ممكن يكون. الحكم أعطى مين الإنذار يا شباب؟ أعطاهم من الاثنين. اثنين لا. الاثنين ولا الواحد؟ التلفزيون ما طلع بس أعتقد. أنا شفت الواحد بس. احنا شفنا الواحد. بس أتوقع أعطاهم الاثنين. احنا شفنا أعطى الشيبة. فإذا كان أنا في وجهة نظري إذا كان أعطى فعلا للشيبة فقط فالحكم أخطأ. يجب أنه الاثنين. يجب أنه الاثنين إذا كان هو أعطى فقط لمحمد الشيبة. طبعا هو خطأ على كيتا. خطأ هو خطأ على كيتا. وكيتا حتى هو تعامل بذكاء كيتا في اللقطة هذه. في اللقطة هذه أنا أتمنى أنه كانت تتكمل اللقطة لأن كيتا من بعد اللقطة هذه ومن بعد الدفع هو تعامل حتى لا المباراة منتهية 3-1 فليش هذه ردة الفعل؟ يعني أنت لاعب دولي ممتاز هي نفس متميز في كل مباراة هي نفس الظرف اللي حصل مع علي سالم مباراة ظفار وصور واللاعب لاعب نادي صور ولاعب نادي صور نفس الظرف ولكن هناك اختلف لأنه الحكم أعطى فقط يعني واحد لنتخيل انه هذه مباراة مع المنتخب والكابتن محمد بعطاء الرائع اللي قدمه في مباريات عمل هذه ردة فعل مع فريق في ارض المنافس انا متاكد حيجيب بطاقة حمراء حيحرم الفريق من جهوده انا في كنت اتمنى فبالتالي احنا بغينا كان اذا في انذار بس شوف انت شوف والخطا هو على كيتا انت شوف خلاص الحين منتهي والحكم تدخل والشباب يهدوا الامور الحكم تدخل وصفر فاول وكل شيء والمباراة منتهية محمد الشيب محمد الشيب راح شوف انت كيتا وده نقول لك الخطا على كيتا لكن ردت شوف الفعل ورايح للحكم هو شوف بعده هو بعد معصب كيتا مهزوم رجل خاسر يعني المباراه عفوا لا وخاسر خاسر بالثلاثه بالثلاثه طيب ما وصلت موضوع لقطه الكرت ابو حمد مساء الخير مساء الخير كيف حالك يا اخي من زمان ما سمعنا صوتك بعدني انا ما اخذ مانترين اليوم مال سيف سلطان كل هذا ما سمعت صوتي مثل مجلس الشورى ما اعطني الدور ترى عشان لا يزعل طيب. محمد ولا لا وصلنا للنقطه الثامنه بالنسبه للسويق هذه المره على حساب الثلاث نقاط على حساب الشباب الشباب يبقى في مركز متاخر بثلاث نقاط هو شوف اتفق مع ابو حمد يمكن افاد السويق ايضا هو شوف السويق قبل حاله الطرد كان
جيد اكثر من بعد حاله الطرد. انا في وجهه نظري يعني اللي تعرف اللاعبين لما يكون عندك حاله طرد الفريق الاخر دائما او الفريق اللي عنده نقص عاده اللاعبين يعطوا عطاء شويه يعني مضاعف او اكثر جهد اكثر يعني. فالسويق يمكن في قبل ما قبل الدقيقه 41 بغض النظر عن النتيجه كانت كم كان انا اعتقد انه كان شكله افضل. بعد ال لا تذكرني في الحلو ابو خالد مع العبيدان كل ما نحط عيننا عليها تصير مشكله. جزاك الله خير. بنشكر العبيدان الحين بنكمل في النص نشكره نقطع المباراه. اشوف تشوف على الحلوه وين هذه المشكله هذه الحلوه هذه. لكن ابو خالد انا بشيلها البيت معي هذا اليوم كلها. طيب يلا بالعافيه. بس ناصر درويش ينتظرك بالمقهى. تفضل محمد. شوف عموما ابو خالد يعني انا اتفق مع ابو حمد طبعا والاخوان وابو صقر كذلك في مساله ان السوق نعم يعني فرض سيطرته بشكل اكبر. يمكن لما نتكلم عن كعناصر يعني نجد العذر نوعا ما بين كفوارق في فوارق فنيه لمصلحه في اللاعبين. ايوه يعني اليوم نحن مثل احمد الخروس اللي كنا نشوفه العام الماضي يعني الاساسي اليوم نشوفه في الاحتياط. فمعناها انه في مجموعه جات واخذت مكانها الطبيعي. بكاري كان اساسي تقريبا شبه اساسي في العام الماضي اليوم نشوفه في دكه الاحتياط واكثر من لاعب كذلك. ف لكن اريد اقول شيء انه السويق اخذ المباراه بمعنى انه يريد ياخذ ثلاث نقاط بدون باقل الخسائر. وهذا اللي يتمناه السويق. افترض انه مثل حاله محمد الشيبه ما المفروض انها تحصل لان محمد الشيبه هذا مش الانذار الاول في الدوري. ما عنده انذار سابق. في عنده ما في النظام ثلاث انذارات اعتقد ولا انذارين. مباراه النصر هو عنده انذار. عنده انذار وهذا الانذار الثاني. ومحمد يعني وشدينا وقلنا في اكثر مره على مستوى المنتخب تذكروا مباراه الهند نفس الكلام كان له رده فعل. مباراه مخلصه وفريقك فايز. عموما انا اقصد انه كان يريد ياخذ ثلاث نقاط على ما يبدو باقل الخسائر. انا كنت ممكن موجود في الولايه خلال الثلاث ايام اللي كانت في الاجازه وحضرت جانب من تمارينهم وحسيت انه عندهم الرغبه كفريق انهم يقدموا شيء في الفتره القادمه. شوف ابو خالد كوفي العام الماضي كان عنده 12 هدف في الدور الثاني. من 13 مباراه. من 13 مباراه. انا اعتبره يعني كهداف يعتبر في الدوري في الجزء الثاني. في الجزء الثاني كان هداف الدوري. السويق يعول عليه الكثير لكن في المباراتين الثلاث مباريات اللي راحوا ما قدم اي شيء وبالتالي تاثر السويق هجوميا. على المستوى الدفاعي السويق اعتقد انه يعني بجانب فنجة بجانب الصحار والمصنعة وظفار تسجل عليهم فقط هدفين ما عدا طبعا فنجة هو الافضل خط دفاعي الان مسجل عليه هدف واحد. فكان يعول على كوفي كثير وحتى انا يمكن هذا معلومه يمكن يزعلوا علي الاخوان في السويق اني اقولها كمعلومه سريه. كان يريدوا يجيبوا لاعب اخر ولكن اكتفاهم بعبد الله كوفي كونه لاعب مميز في الصندوق هذا. اليوم عبد الله كوفي جاب الانطباع اللي كان او حقق للسويق كاداره وكجمهور الامنيه هذه انه يكون لاعب يعني حقق لهم شيء من لو تلاحظ حتى طريقة تسجيل الأهداف أبو خالد يمكن الهدف الأول اشترك معاه الحارس شوي. الهدف الثاني احنا دائما نقول في بعض الأحيان أنت ممكن تباصل الكرة في الجول ما لازم تسجل بعنف وبخشونة وبقوة وبرعونة لا. الهدف الثاني يبين لك إمكانيات اللاعب في تمرير الكرة في المرمى. الهدف الثالث تواجده ومتابعته ووجوده في الصندوق والمكان المناسب مع الكرة العرضية يبين امكانياتك كلاعب. انا يمكن حطيت محور كوفي في لانه هو عمل الفارق في المباراه اصلا من خلال تسجيل الثلاث اهداف. السويق ككل كمجموعه لعبوا مباراه وايد ممتازه. اعتقد انهم فازوا كان ممكن انهم يزيدوا في الاهداف حصلوا فرص كثيره خاصه لعبد النوف اللي يضع كثير من الفرص. الشباب فاجئنا. انا اتفق مع ابو صقر يعني المفروض انت خارج من فوز عندك دفعه معنويه وعندك كان توقف المفروض انك جديد. تقدم شيء بغض النظر عن حاله الطرد يعني الفريق كان يمكن بالعكس يمكن بعد حاله الطرد بغض نشوف حاله الطرد اللي صارت شباب اللقطه احنا طلبناها حاله الطرد زين تعيدوها نشوف زياده اكثر من مره على فكره الحكم اعطى الاثنين انذار اعطاهم بس انا اقول اللقطه ما جات مال لا بس اعطاهم المعلومه أيوة الاكيده المعلومه الاكيده انا اتوقع لاني حسيت انه عطى لكن في الكاميرا في التلفزيون ما جاء على انه عطى لاعب عطى الشيبه وعطى الشيبه عطى جه في التلفزيون لكن بالنسبه لك اعتقد انه بس ما جات الكاميرا عليه لا المعلومه الاكيده انه أيوة الشباب ابو خالد عليه عمل كبير لانه نتيجه المباراه الماضيه ما راح تحقق لك كل شيء. يعني انت اليوم الشباب كفريق عندك ثلاث نقاط من مباراه واحده من اربع مباريات عفوا إذن هذا يعني مؤشر خطير جدا.
قدمت عمل في المباراة الماضية، مفروض اليوم أنت تحترم المنافس أيضا لما تدخل المباراة، تعرف كيف تدخل مع الفريق. فريق نوعا ما، أنا ما أقول أن عمل مقارنات السويق أو الشباب أفضل أو لا، فريق فايز بالعكس، يمكن السويق جاء متعادل من جولة ماضية، فارق الوقت هذا المدة الزمنية اللي أخذها الفريق في المفروض أنه يكون عالج جميع السلبيات، المفروض يكون قرأ الفريق الآخر عطفا على أبو خالد، لأنه الأسماء اللي موجودة في السويق مع كل احترام والتقدير كأسماء أفضل، يعني جزء من لاعبين منتخبات وطنية وجزء من اللاعبين اللي هذه حالة الطرد، يعني فيها تهور. بس أنا شخصيا حسيت أنه قسى شوية الحكم على اللاعب، بس يمكن بالإعادة هو اللاعب تفاجئ، ايه تفاجئ من الانذار الاحمر والكرت الاحمر، يعني كان يتوقع ياخذ انذار، هو تهور، في تهور، تهور بس يستوزي الطرد هذا يستوزي. لا انا في وجهه نظري لا، ككرت احنا امس اللي صار وهذه على الخط الضربه وقلنا لا ككرت اصفر يستوزي الطرد، هذا يستوزي الطرد بنجي الاعاده طبعا عشان لا انا لما شفت على الهواء في تهور، بس تهور انا كثير يعني انا اتفق انه في تهور، ولكن يعني هو هي فيها تهور، هو اصلا جاي ورفع رجله، شوف ورفع رجله عشان يدوس، شوف 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 ايوه واضحه صحيح انه ما هذه شوف بس فيها تهور قوي عادي توصل لده، شوف هذه تعمد، شوف الضرب، شوف تعمد هو الضرب، شوف شوف خلي تعمد الضرب محمد، في فرق تعمد الضرب ولا هو رايح يروح يدوس الكره، يعني كان يدوس على الكره انه ما رايح على الكره، لو تلاحظ اللقطه لا في لقطه ثانيه اللي تجيب البطن من الامام، هذا ما رايح على الكره، شوف هذه هو رفع رجله، شوف وين رايح هو، شوف شوف راح الكره ابو حمد راح تجتهدون بالتحكيم وهذه ما رايح، لا ما نجتهد احنا نقول وجهه نظرنا بس صحيح، بعدين يقول لك لازم حكم وانت لا لا احنا الحكم الحين الاخيره تجيب لك من الجانب زين، هل هو هذا اللاعب اخر لاعب لو كان مثلا هذا اللاعب بمواجهه حارس المرمى، لا بس هاي حسب اللعبه، انا اقول لك تهور ولكن الخشونه الزائده في قانون السويق، تشوف كوضع هذه الحالة يعني دقيقة 41 الشوط الأول، يعني عملت فارق، هي مش عملت فارق وبس، السويق متقدم حكم دولي لكل الاحترام والتقدير، فالمفروض التعامل معها بروح القانون صحيح، أنا في تعمد حكم يعني فصل بيننا، يعني حكم دولي لكل الاحترام والتقدير، حكم دولي قدير جدا طبعا، يقول صحيح اللاعب استخدم قوة زايدة تجاه المنافس واستحق الانذار الأحمر، صحيح يستحق الانذار الأحمر، رأي على العين والرأس يسموها في المسمى صحيح، رأي على العين والرأس، وهو اختصاص أكثر منه، هو اختصاص، لكن أنا خالف الرأي إنه هذه الحالة، وأنا أثبت مع وجهة نظري نفس الشيء، ما تستحق طرد هذه الحالة مع جل تقديرنا إليه، والله يعطيه الصحة والعافية إن شاء الله، وما نعرف من هو الفريق متقدم، بعض الجوانب يجب إنه تختلف تقدم طبيعي، لا هو تختلف الآراء، وممكن هو يكون بنسبة أكبر إنه هو صايب كحكم، يعني لما تجي كمعلومة من حكم، ولكن الحكم عليه بعض المرات مباراة ما فيها هذاك الشد، ما شي روح القانون، لا تغير الكلام تو، ما في روح دائما، هي دائما نرجع لوضع القانون، ما في روح القانون في اللعبة الحين، ما في حاجة اسمها روح الحكم القانون، ايش نظره اللعبة روح القانون ما في في ضربة الجزاء، لا ما شي، وبعدين هذا ما شي خلاص، يعني ضربة الجزاء طريقة اليد كيف خلاص وجد. طريقة اليد وطريقة حركة اليد وهذا واتجاه الكرة هذا في قوانين، لا انا اقول لك ما في تفسير لان ايش انا اقول لك في ضربه الجزاء ما فيها روح قانون، لا وشوف لكن بعض اللعبات اللي بوسط الملعب يجب عليك، لا انت تحللها من ناحيه انك تشوفها مش طرد اوكي، لكن لا تحللها ان المباراه الدقيقه كانت 41 وكان ممكن، لا هذه روح قانون، انت تعطي الحكم هني انه يالف لا, لا 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 اتفق مع لا انا ما اقول لي يالف، اتفق انا اقول لك المنافس لا. الاخر متقدم، لا ما لها دعوه ما تفسر كلمه المباراه ما فيها هذاك الشد على اساس انت تهدي من رتم المباراه، انت تعطي الحقوق اللاعبين، انت تعطي الحقوق والواجب عليك انك تحمي حقوق اللاعبين، شوف اليوم الحكم ما كان يقدر انه ما يعطي كيتا ومحمد الشيبه كان قادر المباراه مخلصه ترى خلاص صفر كان ما قادر صح، كان حد يلومه لو ما اعطى، لكن في النهايه كقانون لعبه واضح، انت تعطي انت اللاعب اليوم لما يمر عليك طالع انت لاحظت عطى من في لعبه محمد الشيبه وكيتا، اقول لك انا لاحظت هو عطى محمد انا اشوف المباراه كيتا حسيت انه عطى لكن ما جت الكاميرا عليه، حتى لما سالني ابو خالد قبل لا تطلع اللقطه وقبل لا يقول جمله قلت انا اعتقد انه عطى لاعب تعتقد غير متاكد شيء ثاني، لا ما انا ما متاكد احنا المتاكدين منه ولا لاحظنا وشفنا شفنا الشيبه انه عطى الشيبه صح. لا عطى الاثنين خذ مني ترى اقول لك خذ منك هذا الكلام عطى الاثنين بس احنا شفنا الشيبه بس ما اختلفنا الحين انتم ليه زعلانين ترى اللي ظهر على الهواء انا تشوف ابو حمد يعني لما نبدا وجهات نظرنا مع بعض ممكن هو صح ممكن انا غلط لا 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 ما هذا احنا ياسين وجهات نظر انا اقول لك في وجهه نظري
يعني انها مش طرد، ممكن توصل للطرد، بس لا الحكم اتمنى كان يكون قرار الشجاعي انه ما يطرد اللاعب. لا لا ما يطرد هذه الحاله محمد. أي. مو طرد لا ابو حمد خلاص الدور ممكن مو طرد بس معلش ما تستحق الطرد لو ما استخدم الطرد لو ما استخدم مختلف معاك ابو حمد انا اقول لك اذا انت تشوف مش طرد جيد انه ما فيها قوه زائده لكن مش على اعتبارات ما في حاجه اسمها اعتبارات انه المباراه 40 ما اتفق معاك لانه ما في قانون اللعبه كذي انا ما اعرف اذا مخطئ ولا كذا هذا اللي اعرفه في قانون اللعبه انت ابو حمد انا ما اقول لك عن المباراه في الدقيقه 41 او ما شابه أنا أقول لك إنه الدقيقة 41 من الشوط الأول. نعم. فريق المنافس اللي هو السويق هو اللي متقدم. أوكي. فهمت؟ ففي يعني ما تقدر أنت تقول اعتبار في أسباب، ردة الفعل من الفريق الآخر ما كانت بهذيك الصورة إنه ممكن تسبب لك هذه لو ما طردت تسبب لك مشكلة. لا بس ما في عاد أنا بقول ما أحسبها أطرده ولا ما أطرده. لا لا ما أطرده ولا ما أطرده. الطرد طرد يا محمد صراحة. بس ما يطلع الأخوة الزملاء يجوز من الله يعطيهم الصحة والعافية يقول لك نجي بالقانون رقم كذا واللاعب دخل بتهور وبهذه الحالة إذا الحكم كان صائب وأشهر البطاقة في وقته. شوف أنا أقول لك كلاعب أنا أقول لك كلاعب شوف الحالة ما تشتغل. أنا أقول لك كلاعب وكاد أجزم على هذا الشيء وأتحمل مسؤولية الكلمة هذه. ينو عبد جميل ما أدخل في الذمة ينو جميل ما في الغصد في تفكيره هو وبدخل حتى في تفكيره إنه مو برايح لرجل اللاعب. طيب ما تهور في تفكيره هو رايح للكرة تهور. ولكن لاعب السويق له حرب كان ذكي لأنه تصرف بالكرة قبل. طيب انتوا زعلانين ليش؟ لا مو زعلانين احنا مجرد ليش معصبين لا لا هي حالة هذا حكم يعني احنا ما نحكي هذا حكم دولي كبير معروف البلد هو يقول لك هذه بلد فيها طرد يا اخي يقول لنا من اسمه بس ما في داعي بعد يقول حكم دولي كبير معروف ابو صقر كله تتبلى اسماء الله ما يحكم اعتقد انه وصل كاس عالم بعد اذا انا ما غلطان يعني اعتقد حكم ثالث رابع كاس عالم واعتقد محمد الموسوي لا يكتب ومالكم اول اسم محمد الموسوي لا محمد الموسوي اذا محمد الموسوي انا غمض عيني لما يقول لك عن هذا اللعبه لان الرجل من اميز الحكام من اقدرهم حقيقه مشكله يعني ما حق له وتاريخ الرجل له تاريخ كبير واعتقد انه هو مراقب ايضا ما زال في الاتحاد ويعرف يعطي راي فيها اكثر مني انا ومن الاخرين لكن مع الاحترام والتقدير انا بالعكس اقول كلام ابو حمد مش غلط هو وجهه نظره انه ما في تعمد لكن طالما في قوه زائده وفي تلامس هذا قانون لعبه ما في اني انا ممكن اي اعتبار ثاني ما في اعتبارات بس عموما الشباب خسر لاعب احنا نوجه المثابر جميل يحمد لاعب جيد تحيه كلهم اللي تداخلوا معنا وبالعكس هم يفيدونا ويفيدون نفس الشيء المشاهد وهذا تواصل هو بس راينا هو راي يعني عموما هي ثلاث نقاط مهمه جدا للسويق على اعتبار السويق في الجوله القادمه بيلعب مع صحار واللي هم كل الفريقين عندهم الاربع فرق الاول مع الثالث مع الرابع العروبة بيلعب مع صحار. الأسبوع القادم أيوه. السويق بيلعب مع صحار. السويق مع صحار. الأول مع الثاني. الثالث مع الرابع. كل جولة فيها مباريات. كل الفرق عندهم ثمان نقاط يعني شوف المصادفة الغريبة يعني قمة نارية. طيب. جولة نارية بمعنى صح. في تويتر. اللي يريد يحسم أموره من. يلا نبدأ الحين. ناخذ التويتر وأرى المواردين على المباراتين اللي راحوا. وحياهم الله دائما. وين أبو سالم؟ أبو سالم مبروك فوز العروبة هارد لك للنصر علامة استفهام على أداء لاعبي النصر ومن وجهة نظري تراجع مستوى النصر سبب ضعف الإعداد البدني والفني عبد الله المخيني رغم النقص في العقوبات المارد يقطن الصدارة من أرض الأصالة ألف شكر للاعبين والجهاز الفني والإداري على هذا العطاء يونس الرحبي مبروك للمارد والصدارة للمارد رغم النقص واقتنص الثلاث نقاط من النصر الملهم الهوتي مساء الورد العروبة بشخصية البطل فاز على النصر مباراة جميلة ينقص الجمهور الشباب يمر بمرحلة حرجة ولا بد من وقفة إدارية عاصم العلي يكفي غياب وبعد يا منتهى ودي حان الآن وقت عودة جمهور السويق القلعة الصفراء والله ودني يقول جمهور السويق وجمهور كل الأندية محاد يقول أصلا إدارة النصر كلها تفكيرها في ديربي المحافظة والفوز على الزعيم وكلها تعاقدات عشان الفوز بالديربي فقط يعني ما نقدر نختزن كل هذا العمل عشان مباراة واحدة أيضا محمود كوفي هذا الموسم ناوي على صدارة الهدافين بلال حمد فوز مقنع ومهم وجميل وظهور ممتاز لروح الفريق العالية وبروز شخصية البطل المارد العرباوي الضحكة هذه داود فوز مقنع والعروبة يسير على طريق الموسم الماضي فريق لديه دكة احتياط والأساسيين متساويين القدرات فريق ناجح كمشجع دورينا ينادينا
محمد قطن يقول النصر يعاني بسبب عدم قدرة الجهاز الفني على توظيف اللاعبين وقراءة المباريات. الإدارة عملت تعاقدات كبيرة بس المدرب وخمس علامات استفهام. على فكرة مدرب النصر اليوم ما كان موجود رجل عامل عملية المصران لاعب قوسين دود الزايدة. فنتمنى له إن شاء الله الصحة والسلامة. خليل المسعودي هذا السويق اللي نعرفه مباراة بعد مباراة وإن شاء الله جمهور السويق راجع. طيب يا المسعودي نتمنى. محمد يقول مساء الخير مبروك للمارد العرباوي على هذا الفوز المستحق مجهود يشكر عليه من اللاعبين والجهاز الفني وخط الدفاع كان متماسك ومنظم. علي الغافري الحمد لله على الفوز والصدارة مشتركة وموعدنا ضد صحار يا جمهور الشعاع. أحمد البلوشي سعد السهيل علامة استفهام كبيرة ما يلعب في نادي وفي المنتخب أساسي. والله يا أخي هذا حكاية عجيبة. أحمد اليافعي النصر طوال تاريخه لا يكتمل إلا نادرا إذا الفريق جيد المدرب سيء وإذا المدرب جيد الفريق سيء وإذا الاثنين جيدين يطلع العيب في الإدارة. يا ساتر حصلت لهم كل هذه الإشكالية. سعود المعمري النصر يمتلك العناصر الجيدة ولكن الخطأ يكمن في توظيف اللاعبين مبروك للعروبة. محسن الشحري سبب نتائج النصر السلبية المدرب ويجب تغييره في أسرع وقت. متأكد؟ هو طبعا بس اسم مخرجنا محسن الشحري فتشابه أسماء الأكثر. حمد المسعودي ألف مبروك الفوز القلعة الصفراء قدم مباراة جميلة أداء مميز. خلصنا طيب. شكرا لكل المغردين. نكمل مشاروع ولا بناخذ الفاصل؟ طيب الفاصل وبنرجع نتكلم عن المباراتين. طبعا نتكلم الان عن مباراه مسقط والنهضه وبعد ذلك عن مباراه المصنعه وصلاله على اعتبار انها مسجله وبنخبركم ان شاء الله متى سيتنبث غدا. ابقوا معنا. في ملعب استاد سيب النهضة يعود للبريمي بثلاث نقاط وصل من خلالها طبعا إلى النقطة السابعة بعد تفوق على مضيف نادي مسقط بهدفين مقابل هدف واحد. مسقط يبقى بمعاناته للجولة الرابعة هو بنقطة واحدة من تعادل وحيد حتى الآن فقط. هلال المخيني معاناة تستمر لمسقط والنهضة يكسب النقاط الثلاث. نعم نبارك للنهضة اللي كان هو اليوم المستحق أن يفوز في المباراة. نبارك العطاء اللاعبين للجهاز الفني لكل محب لنادي النهضة. فعلا أنه النهضة قدر أن يرجع من خلال هذه المباراة وهو الآن بسبع نقاط وهذا شيء جيد أن أنت الفارق بينك وبين المنافس نقطة وهذه الحسبة في محلك كفريق. الآن لما نتكلم عن النهضة في غادم الوقت لما نتكلم عن النهضة هو أكيد أن هذا الفوز رايح يعطيه معنوية أكثر لأنه الحالة المعنوية تكون للفريق طالما أنت غريب من المنافسة حالة تكون للفريق جيدة. بس يجب أن هناك يكون نفس الشيء اللاعبين عليهم عمل مضاعف على أساس أنه الفريق يكون مثل ما عودنا
الا هو النهضه كمنافس. احنا ما نريد هذه السنه نشوف النهضه غير انه ما يكون منافس، نريد لا نلاحظه ونشوفه انه منافس، وهو يمتلك الامكانيات. والشيء الجيد انه عنده استقرار، حدد جهاز الفني من بدايه الموسم وهذا شيء جيد. ممكن في جزئيه اذا خرجت عن المباراه اللي هي يستاهلها بكل حال من الاحوال اللي هو نادي النهضه نتيجه المباراه، لانه هو كان الافضل وهو عرف كيف يتعامل مع مجريات المباراه. يعني ممكن في حاجه لليوم اللي لاحظتها وهي ما اعطتني المؤشر الجيد، ممكن زيان يعني في وسط الملعب لاعب يقدر انه ديان اسمه، لا لا اللاعب اللي من اصل مغربي منير ديان. ديان ولا زيان؟ والله اللي قريناه منير ديان. المهم اللي كان يعني هو لاعب لاعب تحس فيه انه بعد كل مباراه يعطيك مؤشر جيد، مستوى جيد بعد كل مباراه. نفس الشيء واللاعب عنده رغبه اكيد انه يصعد للامام بالمجموعه اللي عنده. عكس الاجانب الثانيين شويه يحتاج لهم كثير من الوقت، خاصه المهاجم يحتاج له كثير من الوقت، برغم انه هو كان يلعب في الدور الاماراتي افتكر في الدرجه الثانيه او ما شابه، ولكن يحتاج له وقت لان عودنا النهضه. تقصد جلس؟ اي المهاجم اللي سجل الهدف الثاني. نعم. فهو لان عودنا النهضه بمهاجمين او محترفين جيدين ومميزين، فلما نشوف اللي هو زيان صراحه من كل مباراه يقدم ديان يقدم مباراه جيده، فالف مبروك للنهضه كجماهير كلاعبين كجهاز فني كجهاز اداري. بس نريد نشوف النهضه بافضل عن اللي لاحظنا اليوم برغم الفوز صراحه، نريد نشوفه واكيد انه هناك بيكون افضل باحتمال. لوغن ما يروح الا استاذ السيب يعني بعدين ما يطلع زين. فبكل حال من الاحوال بنشوف النهضه بشكل افضل، خاصه اذا اكتملت الصفوف بعوده. يعني النهضه كان افضل ولا مسقط لان حاله بعد؟ لا مسقط، انا بجيك في مسقط وبقول لك ايش الاسباب، ولكن اتمنى انه النهضه يكون افضل، لان اريد اشوف النهضه وكل اكيد جماهير ومحبينا، لانه اليوم فوزه جدا مهم اليوم، لانه الفارق ما تخلص بشكل كبير على المنافس، وهذا يعطيك يعني دافع قوي لمباراتك القادمه. ممكن انت تتصدر من خلال 7 نقاط، توصل 10 نقاط ممكن تتصدر، يعني تخدم نفسك والفرق الثانيه تخدمك، ممكن تكون في الصداره او الفرق الاولي 3، فهذا شيء جيد. مع عوده اللاعبين المصاب مثل سعيد الرزيغي وبقيه المجموعه الفريق بيكون افضل. فالف مبروك للنهضه، هارد لك في المقابل لمسقط. مسقط شوف هاي يعني فرصة نعم في فترة من الفترات مسقط تحس في فريق انه مجتهد صراحة وجالس يعني يبادر امام ويحاول نعم، ولكن كان العيب الوحيد يعني حتى اسلوب المدرب يعني مع وضعية اللاعبين خاصة في عدم يعني لما يستخلص الفريق من الكره تحس انه فريق منظم خاصه في رجوع للاماكن بسرعه انه يرجع للجوانب الدفاعيه، ولكن اليوم كانت مشكلته في وجهه نظري انه مع استلام اي كره وهذا الخطا، مع استلام اي كره على طول ينتقل بشكل مبالغ فيه للجوانب الهجوميه بدون ما يحضر على اساس انه كيف يحصل له منفذ، كيف يحصل له طريقه انه يقدر يعمل هجمه منظمه، فكانت تستخلص منه الكرة بوقت سريع جدا ويبدا النهضه هو اللي يعيد اموره واللي يلعب في المباراه، فكانت نقطه ايجابيه في اداء نادي مسقط. نادي مسقط عليه يراجع الامور كثير، يعني مراجعه بعض الجوانب كثير، لانك اليوم انت لما تلعب مع الفرق اللي هي متمرسه في دوري عمان تل ما ممكن ان نلعب معها باسلوب في مبالغه في الجوانب الهجوميه. اليوم يعني ما اعتقد انه خدمتهم هذه الطريقه اليوم، انه مسقط كل ما حصل الكره على طول بلمسه بلمستين على طول الجوانب الهجوميه تستخلص منه الكره، وفيما بعد يرجع ويجلس يبحث عن الكره ويتعب الفريق ما عنده هذه الخبره. صحيح في اسماء مثل سامر الحبسي مثل حمد الحبسي. سامر الحبسي اليوم كل شيء ما سوى. لا بس انا اقول لك لاعبين موهوبين يعني ما صار يعني ما صار شيء جديد في مسقط. جابر العويسي اللي هو حمد اللاعب مميز حمد. جابر العويسي لاعب المنتخب اليوم يعني بصراحه كان نقطه سلبيه. طيب انا هذا الجانب اللي معيبني اليوم كتنظيم في نادي مسقط، يعني كان استخلاص من الكوره بشكل سريع هذا تعبهم اليوم في مباراه اليوم. مسقط يحتاج لشغل جدا جدا كبير برغم انه فريق مجتهد. اللاعب الاجنبي اللي في وسط الملعب نادي مسقط عنده جمهور عطاء كثير جيد، روحه قويه. نفس الشيء اللاعب المهاجم البرازيلي روحه جدا قويه ويحاول عده، ولكن بعض المرات تطغى على اداءه الفرديه.
بس هذا احد يساعد هذه هي فينيسيوس هذا هو ابرز لاعب بالفريق ما عنده ميليساندي فالفريق محتاج انه يلعب كمجموعه يحتاج ما يكون في استعجال لانك استعجال بدون ما يكون عندك تركيز لخلق هجمه منظمه تباغت فيها فريق الخصم هذه ترد عليك بالسلبيه اذا ما عملت هذا الجانب لانك بتضيع الكره على طول الفريق المنافس بيبدا يتعبك وخاصه انت تقابل فريق مثل النهضه عند لاعبين متمكنين سواء في الاطراف او في وسط الملعب فهذه كانت السلبيه بالنسبه لمسقط فانا اقول شوف الحاله لك لمسقط والف مبروك للنهضه حاله الهدف يعني شوف اللاعب المغربي شلون ارتقى على الكره تغطيه دفاعيه جابر العويسي واقف هو الزملاء عليه انا ليش اقول جابر أرجو أنه ما يتحسس لي اللاعب دولي جابر هو عنده خبرة يكون هو اللي يوجه كلها لكن مع الأسف يعني نادي مسقط يعاني كثير أربع خسارات ثلاث خسارات تعادل واحد يعني أرجح بالذاكرة الحارس هو يبي ما كان دور في الكورة طبعا طبعا بس أيضا الدفاع فهو عامل يعني خطأ مشترك بكل المنظومة لاعب الوحيد اللي يشتغل وفينيسيوس وما عنده سناد ما عنده معتاز البرازيلي فريق مسقط كل ما أشوفه أتألم حتى الآن لأنه أتذكر مواسم مضت كيف أنه أحرز اللقب وكيف أنه كان بلاعبين يعني لسنوات قليلة يمكن أقل من 10 مواسم عندما كان يلعب بي محمد تقي وغيره من اللاعبين اليوم وضع نادي مسقط غير مقبول إذا استمر على هذا الحال فريق يعاني بكل الخطوط عنده لاعبين شباب أشدنا عليهم كثير في مباراة الخابورة لكن اليوم اللاعبين كانوا متباعدين اللاعبين يعني إذا كان سامر سيف الحبسي اليوم ما ظهر بمستواه لاعب زونغو وسليم خضرة اللي استبدل هيدا برجع لك عفوا بأخذ سليمان الوهيبي منسق الإعلامي لنادي مسقط وبعدين ممكن تعلقوا طبعا وتكملوا كلامكم الأخ سليمان السلام عليكم سليمان وين الاتصال يا شباب سليمان الوهيبي المنسق الإعلامي لنادي مسقط الأخ موجود طيب أعطونا يا موجود احنا بناخذه ما يهمكم تفضل هيثم بالجانب الآخر نادي النهضة استحق الفوز بالفعل رغم الفرص أيضا اللي أضاعها محترفة جيلس يعني كان محاولة في الدقيقة 13 هذه الانفراد اللي شاهدناها وما يعني هو تقدم للحارس لعب الكرة بصورة غير صحيحة بالمقابل اليوم ظهروا محمد علي أيضا يعني أضاع أكثر من فرصة في المباراة لكن اليوم مثلا منير ديال لاعب المغربي اللي سجل الهدف الأول ظهر بصورة جيدة بالإضافة إلى منصور النعيمي طيب معلش هيثم اسمح سليمان الوهيبي المنسق الإعلامي لنادي مسقط عشان بس ناخذ المعلومة من مصدر وبعدين تتكلموا على راحتكم ماشي مشكلة الأخ سليمان السلام عليكم حياك الله كيف حالك إن شاء الله تمام الحمد لله كيف حالك حياك الله يعني أول يعني 4 مباريات والفريق بنقطة واحدة ما تعليقك على الموضوع الآن على مستوى الفريق وهو يعود إلى دوري الأضواء أو دوري عمان تل المحترفين ما عليه الصوت ما كذا ما يكون صوت واضح يمكن جالس امام الشاشه او شيء غير طيب هيثم معلش اسمح لي طبعا برجع لسليمان بقاطعك مره ثانيه بس تفضل يعني اليوم النهضه حقيقه ظهر بصوره جيده واستحق الفوز شاهدنا عناصره يعني قدموا ما يريد المدرب لكن ايضا مو هو هذا النهضه يعني النهضه دائما فريق منافس على البطولات فريق انا ما اتحدث عن الموسم الماضي واللي رافق الفريق به لكن ورغم انه هو يعني مثل ما قلت انت هلال انه ربما يعني اذا فارق كل نقطه واحده يعني عن الاول والثاني والثالث والمركز الرابع هو 7 نقاط مطلوب شيء كثير من النهضه لانه اسمه النهضه فريق دائما
يمتلك إدارة نموذجية، يمتلك داعمين مشهود لهم، لاعبين يعني اليوم عودة مثلا امتياز هذا الموسم مع الفريق هو اللي تألق مع الفريق اللي كان بيه جمعة سعيد وغيره. نشوفك تضحك. رجع ما برجع سليمان الوهيبي المنسق الإعلامي لنادي مسقط. أخ سليمان مساء الخير أو صباح الخير مرة أخرى. يعني كنا سألتك عن موضوع تعليقك على 4 مباريات بنقطة واحدة ومستوى الفريق في دوري عمان تل المحترفين حتى الآن. والله الحمد لله أبو خالد أصبح عليك وعلى جميع الشباب اللي معاك. الحمد لله الحين بدي 4 مباريات جمعنا من 4 مباريات نقطة واحدة. الحين الفريق في تصاعد من مباراة إلى مباراة. طبعا في خسائر مؤلمة جدا. نحن ما توقعنا هذه الخسائر أبو خالد، ولكن هذا الفريق الحمد لله رب العالمين فريق شباب يعني أولمبيين، أضفنا بعض اللاعبين والحمد لله. هذا دوري عمان تل المحترفين تعرف دوري قوي وأول سنة نحن نجي فيه، والحمد لله الحين ماشي يعني في تصاعد والحمد لله. يعني من المباراة الأولى للمباراة الرابعة بالنسبة لكم الموضوع جيد، يعني الفريق يمشي بشكل أفضل؟ والله مثل ما نشوف نحن الجهاز الفني الفريق يمشي أفضل، ولكن هي النتائج نحن لما صدمنا مع اسمه أندية كبيرة. يعني أول مباراة كانت مع نادي شنقة، طبعا طلعنا من نادي شنقة مع نادي النصر وأيضا نادي الخابور والحين نادي النهضة. يعني الأندية هذه الأندية معروفة ولها باع طويل في دور عمان المحترفين. فالحقيقة هي هذه الأندية اللي صدمنا فيها، يعني مبارياتها قوية ولاعبينهم عندهم خبرة أكثر من لاعبين. نحن لاعبين يمكن أبو خالد ويعرف أبو حمد نفسه لاعبين أولمبيين، يعني ما أضفنا شيء كثير في النادي. حقيقة الدابة ما هي كبيرة جدا، ما عاد الكابتن اللي هو جابر العويسي فقط. طيب يعني لكن يبقى مسقط أيضا لتاريخه والجماهير ومحبيه يقول لك يعني عاتبين كثير على الإدارة مثلا ما دعمت الفريق بعناصر مثل بقية الأندية. نعرف ربما الإشكالات يعني في الجانب المادي، لكن كانت تتوقع أن عودة الفريق للأضواء يكون أو تكون بشكل أفضل وتكون في عناصر أفضل، ويعني مع الاحترام لكل العناصر طبعا، وأن الإدارة تشتغل أكثر على موضوع أن على الأقل الفريق يبقى في الدوري المحترفين. هو بالنسبة لكان الخطط موجودة أبو خالد بالنسبة للاعبين، خاصية اللاعبين المحليين، لكن حقيقة نحن صادفنا كثيرة بالأشياء مثل ما تعرف الأشياء المادية بالنسبة للاعبين المحليين. يعني تقريبا يمكن يعني قيمتهم صارت يعني حتى اللاعب هو اللي غير محترف يعني أصبح يريد المادة الكبيرة ما أدري إيش هذا. فبغينا نتعاقد مع اللاعبين يعني من الأندية الثانية، لكن ما حالفنا الحظ. حقيقة تعاقدنا مع اللاعبين اللي هو جابر العويسي، أيوب الشيزاوي، وعبد المجيد العويسي، وعبد الله ثوين. يمكن هذا أيوب الشيزاوي وعبد المجيد يمكن من اللاعبين الأولمبيين أيضا. فهي ما تعرفنا الخبرة مع اللاعبين هذه اللي هم اللاعبين الشباب. يعني انا اقصد يعني بعد العراك القوي والمحاولات للعوده من الدرجه الاولى، يعني كل الصعوبات اللي كانت الفريق يعود الان، المفروض يكون بشكل افضل، يعني يؤدي بشكل افضل، يترتب بشكل افضل. والله الحمد لله يعني الاداره ما هي مقصره وساعيه، ولكن تعرف نفس الشيء اللاعبين المحليين راحوا لانديه اخرى. وحقيقة نحن حاولنا مع بعض اللاعبين، ولكن تعرف أيضا المادة، وما أقول لك المادة بعد هي عائق. نحن الحمد لله رب العالمين لا أنت يعني يمكن أمورنا المالية أفضل لا بعدها. لا أنتم الناس يغبطوكم يعني على الأمور المالية ما شاء الله يعني، لكن لا كانوا منتظرين الأفضل أقصد. لا الأمور المالية الحمد لله زين، ما اقول لك يعني امور كويس في الامور الماديه. ما اقول لك يعني ولو ان في الدعم ما في دعم عندنا حقيقه. الدعم الخارجي ما في الا الموارد النادي الاستثمارات اللي اي نعم ايوه هذا موارد النادي والاداره جالسه تسعى ان شاء الله. طيب الان بعد نقطه واحده من نهايه الجوله الرابعه الخامسه بعد ايام، الجوله السادسه بعد ايام، في 10 ايام بتلعبوا 3 مباريات. الآن تعتقد الفريق يمكن يمشي بشكل أفضل في الجولات القادمة، يعني في الأسبوع القادم أو يوم الخميس القادم الفريق بيلعب مع الشباب؟ نعم.
ان شاء الله المباراه القادمه مع الشباب ايضا في استاد سيدي بالله تعالى، ايضا نادي الشباب يمكن نفس المعاناه، معاناتنا نحن هم 4 نقاط على ما اظن ونحن نقطه واحده. ان شاء الله رايحين نقدم الافضل باذن الله تعالى. يمكن نحن بالنسبه مقالده شيء واحد انا اقول، يمكن نحن للاجانب اللي الحين ما هم اللي خدمونا، يعني اللي توقعنا منهم حقيقه الاجانب بالنسبه للاعبين اللي هو سيرجيو وعندك سونغو يمكن من اختيار المدرب، لكن كاداره ما اعتقد انه راضي على اللاعبين هذه اللي اختارهم المدرب. وبالنسبه للاعبين المحليين، هذه اللاعبين المحليين هم لاعبين نادي ولاعبين اولمبيين، وان شاء الله باذن الله تعالى نحاول بقدر ما نستطاع ان نبقى هذه السنه باذن الله تعالى. ويريد شغل كثير ابو خالد، يعني نحن قادمين الحين عمان سنه المحترفين، يعني يريد له شغل كبير جدا جدا. ما في شك. حتى نحن كاداريين حقيقه ونحن كمنصفين اعلاميين حقيقه شغل يعني كبير جدا. يعني نحاول باذن الله تعالى ومع الفريق باذن الله تعالى، وان شاء الله جماهير مسقط، نوعد جماهير مسقط انه ان شاء الله يكون بقاء، ونحن نريد من جماهير مسقط ايضا تكون تآزرنا. يعني اليوم مثل ما تشوف الاستاد يعني وين جماهير مسقط ونحن في قلب مسقط، هنا الاشكاليه. نريد من الجماهير، يا جماهير تعالوا آزروا فريقكم يا اخي، هذا الفريق هو فريق مسقط، والحين نحن من مسقط، ممكن مسقط اللي يمثلنا نحن الحين. صحيح. طيب سليمان لهيبي المنسق الاعلامي لنادي مسقط، شكرا لك وموفقين ان شاء الله، شكرا جزيلا. هيثم عندك اي تكمله؟ انا والله بس على موضوع الاداء التصاعدي اللي الاخ سليمان تطرق له، يعني هم يعني ما قناعتهم ما اعرف شلون تصاعدي وخسران 3 مرات و يعني خالف الراي بهذا، يعني لكن ما تعتقد انه من بدايه المباراه الاولى الان الرابعه على الاقل افضل يعني بشكل خسر 3 بعدين 2-1 مع النصر بالبدايه، 3 مع فنجة بعدين تعادل، لكن الاداء التصاعدي يقاس مو على يقاس بالنتائج. يعني احنا دائما نذكر انه مهما تقدم انت اداء لا يحسب لك، يحسب عليك انه النتيجه كم حققتها في السجل، كم نقطه حصلت، ما هو المركز اللي انت به، كم هدف سجلت. هذا اللي طبعا انت اليوم في النقطه واحده في المركز الاخير، فاعتقد مو هذا اللي انتظرناه. يمكن انت ذكرت له يعني مسقط اللي له تاريخ اولا قبل ان يندمج الفريق، واللي على مر التاريخ انجب كبار اللاعبين. وانا شخصيا الفريق تحديدا عندي علاقات وارتبط بجمهور من كبار السن، يعني يتابعون نادي مسقط ويتنقلون مع الفريق في كل مكان، اسماء معروف يعني رجال كبار السن، بس هو محتاج ولا داعمين يعني، لكن الفريق صراحة طبعا يعني محتاج عمل كبير، يعني مش بعد عمل يعني بسيط. انت مو فقط انه فقط كلمه اخيره، انه مو فقط انه انت صعدت عدت الى الافضل، لكن كيف احافظ، كيف اقدم عشان صوره، عشان كذا انا سالت يعني من المعاناه يعني الدرجه الاولى والعراك اللي صار واجيب هالشكل، قلت على الاقل انه انافس على البقاء، يعني مو انه مجرد انه هذه المقوله الصاعد هابط، المفروض انه بهذا الشكل بهذا الشكل امر صعب جدا بصراحه. طيب محمد انا بعطيك دقيقتين تقريبا، دقيقتين ولا ثلاث؟ يعني ثلاث يلا. زين شوف ابو خالد، انا يمكن في كلام الاخ سليمان استنتج انهم ما زالوا متفائلين، وهذا شيء جيد ايجابي جدا انه يكون يعني ما استسلموا، وهذا شيء ايجابي جدا. لما نجي نشوف الحين صاحب المركز الاخير مسقط مع متصدرين الدوري سحار مسجل 4 اهداف ومسقط مسجل 4 اهداف. بس على الجانب الاخر على النقيض استقبل اهداف كثيره هي اللي تسببت في هذه الخسائر. وممكن نذكر ابو حمد لما بدينا تكلمنا عن مسقط وصلاله في الجوله الاولى قلنا لازم يلعبوا بواقعيه. صحيح. يعني ايش الواقعيه؟ انت لازم تشوف المفاتيح اللي عندك، هل هذه العناصر اللي عندك ممكن تفوز في المباراه؟ يا اخي انا حتى اسلوب وطريقه اللعب اللي ممكن العب فيهم مع المباراه، انا متكلم عن النهضه اليوم كاسماء وعناصر، لازم اقيمها انا كجهاز فني اولا كمجلس اداره، ايش مبتغاي من المباراه هذه؟ يعني انا اليوم احنا نشوف مسقط وصلاله طبعا عمل نتيجه ايجابيه اكيد من الجانب الاخر، نتعادل مع خارج ملعبه مع المصنع فريق من اقوى الفرق في الدوري الى 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 وقته. مسقط كذلك الحال ما كان سيء، واضح انه فريق عندهم بعض الامكانيات. صلاله بعد تعادل مع ظفار ايه عرقل يعني النتائج اللي حققها مع فرق يعني، ولعب مباراه صعبه مع العروبه ولعب. بنرجع لمسقط، شوف ابو خالد اذا تريد الواقعيه مسقط وصلاله لازم يعيشوا الواقعيه اكثر،
اسلوبك انت وطريقتك والانضباط التكتيكي لازم يكون حاضر مع هذا. تلعب بالادوات اللي عندك. بالادوات اللي عندك تسكر مباراه، تحتاج مباراه مثل هذا انك تاخذ انت ممكن اليوم طموحك ما بتشيل الدوري، مع كل احترام والتقدير. اذا انا اليوم طموحي ما اشيل دوري في مباريات، ما اريد اسمي بعض الانديه حتى لا يطلق علي ان انا سميتها انها اقل في المستوى، قريب اللي اقدر عليه اللي هي شويه اقدر عليها احاول اني اشيل كل النقاط من عندها، لكن ان مسقط بهذا 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 الطريقه فريق فاتح الملعب بيتسجل فيه في اي لحظه استمر ما زال الانضباط التكتيك، مع ان انا اشوف ان عندهم يعني حقيقه انا عن نفسي شفت المدرب ما لهم مدرب احس انه مدرب جيد، لكن الجانب الاخر هل مسقط كفريق كعناصر في ظل ظروف ماليه تحدث عنها الاخ سليمان هي ليست بعذر، اذا انت بغى تدخل دوري عمان موبايل من اول كان المفروض لا تفكر في الصعود، طالما صعدت لازم تجيب عناصر. انت كيف راح تقارع هذه الانديه ما دام تقول ان في انديه انت تؤمن الحين ان في انديه قال اخ سليمان في انديه قويه في دور عمال المحترفين، يا اخي انت الحين جاي عشان تخسر يعني 300-400 ألف ريال وتنزل، اذا افضل لك كان باقي في الدرجه الاقل ومستمر ولا تفكر كنت في الصعود في البدايه لحد ما تشوف نفسك انك بتجهز بتروح للدوري. لكن بخالد كنقطه اخيره كملاحظه، مسقط عليه العمل بواقعيه اكثر، وقال ابو حمد يذكر تكلمنا في هذه النقطه مع بعض، الواقعيه لازم تكون موجوده في المباريات اللي العبها، لكن الوقت موجود. نعم الوقت موجود ما زال جمهور صحم جمهور مسقط ابو خالد، اذا مسقط اليوم يلعب في مسقط وفريقهم صاعد، وانا سمعت ان جمهورهم كان في الدرجه الاولى موجود صحيح موجود ويروح يرتحل مع الفريق، اليوم مباراه في المجمع هل لانها منقوله تلفزيونيه ما بتحضر؟ إذا أنت ما بتجي أنت اليوم أكثر أغلب الأعمال في عمان اليوم موجودة في مسقط العاصمة. في ملعب أنت نادي العاصمة. وأنت في مسقط مباراة في وسط الأسبوع، بالعكس المفروض تجيب جمهورك، أن النهضة أصلا من جانب آخر يعاني من جمهوره في ملعبه، ما بالك اليوم بيجي في ملعب يعني كان لو مكون لك مجموعة 400-500 شخص ومؤازرة ورابطة مع هذا الجمهور يفيدوك، على إدارة مسقط أن تعمل على هذا الجانب، وإلا أبو خالد ستضيع الامور جداً. في لحظه وبيفتح عين ويسكر عين بيحصل ان فريقهم نزل للدرجه الاولى مع كل احترام والتقدير. طيب بنروح للمباراه الرابعه اللي طبعا تم تسجيلها، ستبث ان شاء الله بكره الساعه 11:05 دقائق او يوم الاثنين طبعا السهره 11:05 دقائق بالليل مساء ايه مساء. طيب المصنع وصلاح تعادلوا 1-1 في ملعب استاد السيب، وطبعا نقطة ثانية بالنسبة لي صلالة والمصنعة فوت على نفسه الصدارة، لو كان حقق نقاط ثلاث كان متصدر بتسع نقاط، لكن طبعا هو يبقى الآن بسبع نقاط. هلال برافو صلالة. احنا طبعا نتكلم على النتيجة لأن ما شفنا المباراة، فبرافو صلاله اذا قدر انه يعدل النتيجه ويخرج متعادل خارج ملعبه. يعني هذه مباراه تعرف بين فريق عنده يمتلك الامكانيه وبين فريق في اخر الترتيب اللي هو صلاله، ولكن لاحظنا صلاله من مباراه الى اخرى فعلا حتى برغم خسارته ولكن تحصل انه فريق مجتهد وجالس يحاول وعنده الامكانيه انه يعمل حاجه، وكذا مره اشدنا بالفريق وعطاء للفريق، روح الفريق عالي جدا، ولكن نفس الشيء نكرر على هذه الكلمه ان الفريق يحتاج له عمل يحتاج له شغل بشكل اكبر، لانه كل الدوري ما يروح وتلعب المباريات بشكل متسارع انت وتحصل نفسك ما في نتيجه ايجابيه ما تحقق نتائج ايجابيه، اذا تكون عندك مشكله فيما بعد بتكون الجوانب اللي خاصه يعني تتراكم عليك الامور. نعم تتراكم عليك، فانا اقول برافو لصلالي انه خارج ارضه ويكسب نقطه مع فريق يمتلك امكانيات ومع فريق كان ممكن ان يتصدر، وهو فعلا بصنعه اللي اقول لليوم هارد لك صراحه، لانه خسر صداره كان هو عنده فرصه انه يتصدر من 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 من, من, من خلال هذه من خلال هذه المباراه، فكان يتصدر وبفارق نقطتين يعني عن الفرق الثانيه سواء العروبه او ما شابه، فاللعب فارق نقطه قصدي نعم بتسع نقاط، فهذه اليوم فوت هذه الفرصه للمصنعه، انا اقول هارد لك للمصنعه ما قدر يستفيد من مباريات اليوم، نفس الشيء العطاء ماله اليوم للسلفة يعني هدف الخامس خمسة أهداف الآن للسلفة تصدر يعني. ابتعد بفارق مين اللي بعد كوفي كوفي ثلاثة بس ما أعرف إذا في حد ثلاثة غير بعد والله تحية للجمهور صراحة الجمهور المصنعة تحية والله لهم
فانا اشوف انه المصنع فوت على نفسه فرصه انه كان يقدر انه يتربع على سلم الترتيب في بالدور لهذه الجوله، واقول برافو صراحه للصلاله وهارد لك المصنع، ونتمنى انه المصنع يرجع بنفس مستوى اللي قدمه المباريات السابقه او الثلاث الجولات السابقه، لانه فعلا الفريق يمتلك امكانيه، فريق عنده اجانب يقدموا عطاء ويعملوا فارق بال بس شوف الهدف التعادل بيد اخي هدف يعني طبعا مع المشاهدين لاول مره نشوف اللقطات هذا في 96 و5 دقائق وعملوها مع ظفار لحظه مع ظفار نفس الشيء نفس الطريقه مع ظفار اذا الفريق فريق عنده روح يعني عنده روح يقدر انه يعني يرجع المباراه ويقعد انه فريق حتى اخر اللحظات من المباراه يقاتل بالدليل انه هذه المباراه الثانيه هو يرجع يعني ياخذ نقطه في اخر لحظه بعد بالنسبه له هو خارج ملعبه والمباراه الثانيه بنفس الطريقه هذه فنقول له انا برافو صراحه انا الصلاله واللي بصنعه فوت على نفسه فرصه كبيره على اساس انه كان يكون متصدر للدوري من خلال هذه الجوله تسديده المدافع المفروض انه يبعد الكوره خارج 18 على الجوانب ما يبعد والمباراه منتهيه يعني الكوره امام المرمى ما في اي لاعب قريب من القوس قوس ال 18 ما في اي لاعب من يعني شوف بخاري هو خليفه بشكل عام اعتقد صلاله كسب يعني انه خرج خارج ملعبه مع فريق كان بيشيل الصداره كان بيشيل الصداره يعني واضح ان الفريق كان للدقيقه 95 96 كان شايل الصداره صحيح فانه يرجع بهذا الروح معناها في رغبه لدى الفريق انه يعمل شيء وهذا الكلام اللي قلناه قبل شويه عن مسقط ينطبق الحال على صلاله القطار لم يفت القطار ما راح القطار رايح قطار وفي قطار جاء غيره لكن يعني لازم تركب القطار الصحيح وتعرف تتعامل متى تركب في اي توقيت على صلاله يعني واضح انه ايضا يعني مبسوط هذه لا وروح الفريق هذه خارج من روح الفريق هذا هدف يعني نقطه بثلاثه أتفق معكم صحيح بالدقيقة فريق لما سجنة. ياخذ نقطة من فريق كان بيشيل الصدارة وخارج من لعبة بالدقيقة أنا أعتقد 96. أنه إيجابية كثير على مستوى النفسي للفريق بتكون وايد إيجابية لكن أرجع على الفريق الواقعية أكثر مثل ما ينطبق الكلام على مسقط ينطبق على صلالة لازم يكون في واقعية أكثر ونحن ما نشوف يمكن يعني ما قدرنا نشوف كثير مباريات صلالة يمكن بحكم الظروف النقل وكذا لكن أعتقد أنه صلالة كفريق يبدو على ما يبدو أنه عنده بعض العناصر اللي ممكن تعمل له فارق جيد خاصة أبو خالد الفريق مستقر عنده أغلب اللاعبين موجودين من العام الماضي هاشم صالح أيضا إضافة جيدة هاشم هو كابتن الفريق قائد إضافة يعني رجع سامي مبارك هو نفس الشيء عنده اللاعب قياسا للعناصر الفريق محمد علي الكثير يعتبر علي يريد عمل فني شوي اكثر من ايضا المحترف المصري بس هو يعني بصراحه صلاله افضل حالا من مسقط يعني بغض النظر عن النتيجه يعني الان بعد خطف هذا التعادل من المصنعه بهذا الوقت وعطل الظفار وتسبب اعتقد في تغيير الجهاز الفني ابو خالد لما يكون عندك واحد مثل يعني هاشم صالح انت اليوم مسقط يفتقد حتى لاعبين الخبره يعني مثل هاشم صالح هذا اللاعب حتى لو ما كان موجود حاضر في الملعب حاضر خارج الملعب ياثر على اللاعبين مسقط عنده جابر العواسي العامل النفسي بالنسبه لهم يكون مرتفع يعني لما يكون واحد مثل هاشم عنده مسقط يريد لكن مسقط يحتاج عمل اكثر عن صلاله هم الفريقين محتاجين لكن ايضا الفريقين محتاجين الى واقعيه بس على الاقل صلاله يعطيك مؤشر يعني افضل شوي نسبيا افضل يعني شوف انت اللي تحسب النقطتين اللي اخذهم مسقط من يعني من فريق يريد الصداره ومن ظفار لكن ايضا فيهم يعني في يعني مثل هذا يعني لا يعني اقول لك انه كان خسران لكن لما سجل 96 يعني هو ايضا في جانب من ان التوفيق والحظ في الشوط الثاني كل مره يتوفق وحظ ما دائما بتكون انا هذا قصدي لا لازم يلعب يعني في الشوط الثاني في مباراتين صلاله كان يقدر انه يرجع للمباريات في مباراه امام صور مباراه امام العروبه في الشوط الثاني قدر يلعب مباراه ويقدر انه يوصل لمرمى القصر فهذا يحسب له هذه المباراه بتبث ان شاء الله 11 وربع المساء يوم الاثنين وبتخلص اليوم اللي بعده وتخلص يوم ثلاثاء ايوه طيب اعطونا التغريدات والوقت المتبقي من البرنامج نادر فاضل نادي صلاله واجه اشرس الانديه المنافسه على صدارة الدوري لم صنع ظفار العروبه حصل تعادلين وخساره مؤشر طيب الفريق يبشر بالخير يعني اتفق معك بصراحه ابو خالد البلوشي بعد التوقف بدات تظهر على الفرق ملامح المنافسه نتمنى ان يكون موسم اجمل من سابقه نتمنى احمد العلوي شكل دوري عمان المحترفين بدا يحلو بالتوفيق لكل الفرق
محمد الإسماعيلي لا يزال الدوري في بدايته ومسقط قادر على العودة وتحسب للنهضة النتيجة الإيجابية. تغريدة أبو محمد: مسقط يواصل مسلسل سقوطه، ثالث هزيمة والحارس هو سبب في هزائم، كأن متفرج أول مرة أشوف حارس ينتظر مهاجمين، إلى متى؟ من هويدي؟ لا هويدي. محمد الشكري يقول: ألف مبروك للعنيد النهضاوي، أداء متوسط المستوى، كان بالإمكان زيادة عدد الأهداف من قبل النهضة لكن هناك قناعة من قبل اللاعبين. محمود يقول: معي وجهة نظر، أود استضافة حكم دولي في برنامج الدكة لكي يكون متكامل في القرارات الفنية والتحكيمية. هناك إن شاء الله بيكون إنتاج برنامج قادم يتعلق بالتحكيم إن شاء الله عبر القناة الرياضية. الملهم الهوتي يقدم التحية إلى المدرب القدير الخلوق الذي يعمل بصمت وينافس مصبح هاشي الذي أتمنى أن يكون الموسم القادم مع أحد من منتخباتنا السنية. يستاهل مصبح. محمد البلوشي: أتمنى من محمد الشيبة يعدل الحلقة ماله، هذا لاعب دولي يمثل السلطنة، وتحياتي للكابتن هلال المخيري. طيب أحمد الغماري: والله ما من سعد سي اليوم ما يحضر، المشكلة أن الدوري العماني كامل ما قادر يجيب لنا ظهير يمين بدله. موجودين لكن بس يحتاج إلى عين مبصرة. نبيل النوفلي: المصنعة يتراجع وعلى المدرب يعدل الوضع في المباراة القادمة. حمود الحاتمي أشم إقالة مدربين بعد هذه الجولة، مدرب النصر ومسقط. والله احنا في الاستوديو ما شمينا معنا. سعيد الغيثي: سؤال الكابتن هيثم، منهم الداعمين من خارج الإدارة النهضوية، نحن أقرب الناس للنادي ولو وجد دعم والأسباب معروفة لدينا. طيب هذا ممكن عندكم. طيب أعطونا الأهداف، 20 هدف يا جماعة ترى كثير. يلا مشوها 20 هدف في الجولة. محاولة رأسية وفرصة، جول 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 أول من يفت على العودة للنصر. إشمال جول على رأس من الكرة القادمة، كرة أمامية، محاولة جول جديدة بخليل براس. يا سلام يا سلام على انظار ينور هنا البرازيلي. يا سلام يا سلام على بلاي لعيب، بلاي فنان، تكتمل ولا لا تكمل ولا لا تكمل ولا لا. وصلت بالتأكيد لن نستبق الأحداث، والسويق ما زال يطرب يفكر في الثلاثية. الهاتريك دا سيلفا يتقدم يناظر وإرسال الكرة في الشباك والهدف الأول يأتي. هل هنالك جديد على مستوى النتيجة عن طريق ضربة رأسية ربما قد تأتي تتخلص بالرأس؟ هذه خطيرة. الله سنوات قضاها هنا مع نادي ظفار يذهب للتواجد مع نادي صور. هنا محاولة أولى في الجول لنفسه بصورة مميزة. أحمد حديد الآن كرة مرسولة في الجول صاحب الأقدام المميزة خالد غرسلاوي، تقدم حط في الجول في قمة منتظرة وسننتظر. هنا تمريرة، ما فيها شيء ما فيها شيء في الجول. عرضية مرة أخرى إلى الأمام، العلوي في التدخل على دفعتين، كرة ما فيها شيء، تنحط في الجول في الجول. يعني تنزل من الفريق في على مستوى التدريب وهنا يا الله. الآن عن طريق رايد إبراهيم العرضية موجودة، العرضية موجودة، عبد العزيز يحاول فيها أمامية هذه لحميد، تسديدة موجودة وفنجا يعود فنجا يعود. وصلنا للختام. قبل الختام صورتين مع التحية والتقدير للجماهير. ترى دائما نكون على حسن الظن. ولوحات ثنتين أيضا الحقيقة بمناسبة الهجرة النبوية الشريفة، حدث غير غير مجرى التاريخ. ويا حبيبي يا رسول الله
عشان نوضح أيضا هذا دور الجماهير مش راح يشجع كرة القدم فقط، أيضا في الجوانب الأخرى المتعلقة بالحياة وبالعقيدة. شكرا لجماهير صحم على ما قدمتوه، والشكر طبعا أيضا لجماهير صحار اللي كانوا موجودين في 11,000 اللي حضروا المباراة. شكرا لكم هلال المخيني، سيف الجابري، هيثم خليل. موعدنا إن شاء الله يوم الأربعاء ليلة انطلاقة الجولة الخامسة. إلى اللقاء.